محمود بكر ولقاء نادي المقاصة 13 نقطة من 8 لقاءات مع نادي سموحة 10 نقاط من 8 لقاءات أيضا مباراة ضمن مباريات الأسبوع التاسع وبتتلعب في ملعب الفيوم. والله ملعب حلو يعني جميل والأرضية حلوة جدا زي ما احنا شايفين. النهاردة المقاصة صاحب الملعب اليوم لابس الزي الأبيض وبيمثله عبد الواحد السيد لحراس المرمى وخط الظهر من اليمين للشمال محمد ابو المجد هاني سعيد احمد السيد باسم علي ونص ملعب احمد سامي وعلى شماله عبد الله فاروق وعلى يمينه حسين الشحات طرف شمال هشام محمد وطرف يمين احمد الشيخ وراس حربه حسين حمدي. اما نادي سموحه النهارده 10 نقاط محمد صبحي لحراسه المرمى ونبيل مانجا وسيد فريد واوكا وهشام شحاته خط ظهر واسلام عبد النعيم ناحيه اليمين مصطفى طلعت وطبريل عبد الخالق واحمد شكري نص ملعب قدام احمد شكري او هنشوف علاء علي هيجي لفين بالظبط يمين شماله زي المكوك وقدامه عبد العزيز يوسف. وبيحكم هذا اللقاء طاقم بقياده الحكم وليد عبد الرزاق عبد الرازق وبيساعده احمد الكيال ومصطفى حسن والحكم الرابع حازم النصر. لقاء يتشاف وزي ما قالوا في السور التحليلي لقاء يمكن يعني سموحه لازم تاخد منه حاجه وإيهاب جلال عاوز برضو ياخد منه حاجة. هنشوف مين اللي هياخد في هذا اللقاء أي حاجة وهنشوف هل في يعني حيوية ولا إيه ده اللي هنشوفه بعد هذا اللقاء. عندنا برضو هنذيع الساعة 5 وادي دجلة مع الأسيوطي اللي لم يذق طعم الفوز هو دمنهور ويعني في أندية كده ما فازتش طعم الفوز الأسيوطي وألعاب دمنهور والنصر. بكرة النصر هيقابل النادي الأهلي الساعة 7:30 بالليل هنذيع هذا اللقاء برضه خلي بالكوا احنا مجموعة السبعة. وأيضا قبليه هيبقى بتروجيت يعني عنده مباراة أيضا يعني بتروجيت مع طلاع الجيش ماتش جامد قوي برضه هيبقى الساعة يعني 2:30 يبقى عندنا ماتشين بكرة بتروجيت وطلاع الجيش 2:30 والأهلي مع النصر 7:30. النهاردة عندنا المقاصة وسموحة دلوقتي وبعديه على طول وادي دجلة وادي دجلة والأسيوطي الساعة 5. نشوف ماتشنا مع بعض وادي كابتن عبد الواحد هيبقى على شمالك بزيه الأبيض وهو لابس طبعا الزي بتاعه الأصفر أو مرة كده يغير في لون فانيلته وهنشوف ماذا يصفر هذا اللقاء. وطبعا اللاينز مانات والحكم الرابع بيشوف مهامه الشباك والخطوط والازرق هو سموحه والمقصه هي الابيض وبنصحصح نفسنا بالكلام ده كله عشان الفتره اللي قعدناها في انتظار تاهلنا الى غينيا في بطوله الامم الافريقيه يعني خيرها في غيرها ونشوف بقى الدوري العام رغم ان احنا بادئينه ما لناش نفس الصراحه. طبعا المنتخبات لما بتبقى في حاله كويسه الكل بيبقى في طفره انما غصب عننا لازم نصحصح ولازم ننقل لكم الماتش كويس. وعلى فكره يعني اعتقد لما هنزعق في كرات حلوه هتشوف الناس في البيوت هتقول لك يا عم ما تسكت ده هو يعني كانوا شطرهم على السنغال ولا على البتاع وكلام من ده. انما عموما يمكن رب ضاره نافعه قدامنا 3 سنين ما نبقاش فيها يعني ارتباطات يعني مجلس جمال علام لاول مره احس ان في رئيس اتحاد ياخد قرار في الفتره بتاعته وده حاجه تحسب ليه ان هو خد قرار هناك ونجح ان هو يعني يعمل حاجه. وادي الكره العرضيه في ايد على طول عبد الواحد في ايد محمد صبحي. يبقى نشوف القرار هل هيتنفذ ولا يلاقي مقاومه هل هيتلف حواليه ولا هيلاقي له مبرر في 100 هل في هذا اللقاء. هنشوف اتحاد الكره في موقف اختبار جدي بعد لما استأسد واعلن قراره بالاستغناء او تطبيق العقد مع الكابتن شوقي غريب اللي فرط في حق نفسه لما استؤنس ولما ما طلبش حقوقه من المباريات الدوليه ولما ما عملش معسكرات عشان يقدر يشوف لعيبته ولما لما لما هو فرط في حقوق نفسه فبالتالي ما حدش رحمه زي ما شفنا كده هو انما في لازم نقول هو مدرب كويس وصنع لنفسه اسم كويس وكان لاعب ايضا كويس. ادي
سموحة من الطرف الشمال، ادي من الطرف الشمال المقصة وهجمة وتنزل الكرة على شحات، على شحات تتلعب الكرة. وصفارة وفاول. باسم، باسم وضربة حرة مباشرة. ابو النجم، ابو النجم، ابو النجم. ضربة حرة مباشرة. تتلعب على طول. احسن حسين، ايوه حسين اقف. دي سموحة أمامية. صفارة مصفر وليد عبد الرازق وضربة حرة مباشرة. هشام، حسين، حسين، حمدي، أبو المجد، أبو المجد المقصة. هنشوفه مرة تانية أهو، أدي أبو المجد. هشام خدها من ما فيهاش حاجة خالص. يلا هشام، وماشي هشام برضه ما فيهاش حاجة خالص. وخد فاول في حاجة خالص صراحة من أحمد سامي تقريبا. ضربة حرة مباشرة لسموحة صاحب الزي الابيض. وادي لافاني بيفكر في مصيره. واحد يقول لي مصيره ايه، واي حد يتغلب ماتشين ثلاثه يبقى كده بره بتاعه كلام من ده. طبعا هو المهندس فرج عامر جايبه عشان يعني جبتك يا عبد المعين تعالي، لقيتك عاوز تتعال. اذا هو النهارده خد ثلاث نقاط هيبقى محدش هيوقف هذا الفريق، لان هو بيغير الصراحه في طريقه لعبه وفي تنشيط السن في هذا الفريق. وضربه حره مباشره لنادي سموحه شكري بسابها. قالوا سيبها يا عم انت، الكلام ده في الاهلي مش هنا. مش مركز والله. وطلع سابها شكري، هنشوف مين اللي هيشوف. انا مش مركز. ومخرج مباراه فاتح الملعب. ضربه حره مباشره لنادي سموحه من حته ممكن. و نبيل منجا واحمد شكري ده الاهلي هو اللي هيلعبها. ادي منجا، ومانجا تخبط في الحائط وتصد على حدود منطقه جزاء. امشي يا شيخ، امشي يا باسم. المقصه على طول يطلعها. المقصه في تعليمات على طول من ايهاب جلال او مساعد بتاعه في ودني على طول. حاجه كويسه لنادي المقصه اللي عنده 13 نقطه وعاوز يهرب. حضراتكم لو تبصوا للجدول هتلاقوا الجدول يعني غريب جدا. انبي 16 نقطه والداخليه 16 نقطه والزمالك 15. كل اللي بيجمع النقاط ديت بيجري من الخمس انديه اللي هتنزل. وهنشوف ايه الحكايه في المجزره اخر موسم. خمس انديه هتنزل، وبالتالي اللي بياخد نقطه من انديه الوسط في المولد اللي احنا فيه دلوقتي هتنفعه في اليوم الاسود. اذا النهارده نلاقي ان نادي الزمالك والنادي الاسماعيلي الفرقتين الوحيدين في العشرين نادي لم يعني يهزم حتى الان. واحد هيقول لي ما تسكت يا عم انت هتقرا على الناس ليه، انما دي طبعا دي حقائق. وثلاث انديه الاسيوطي ودمنهور والنصر لم يذوقوا طعم الفوز حتى الان. ادي محمد صبحي يلعب على طول، وشايف انا سموحه عندها حمى البدايه كويس، وشايف انا المقصه باديه كده بكشاشان، لان ايهاب جلال غير في اكتر من خط. عنده الباك يمين غيره، عمل خط نص ملعب عبد الله وحسين الشحات في الحته ديت ما كانش بيلعب النازي، كان في ناس ثانيه بتلعب. هنشوف ايه بالظبط فكر ايهاب في تغييره في اكتر من مركز، هل تنشيط، هل ايه، ده اللي هنشوفه مع بعض. وادي على طول الكوره ما تطلعش ضربه ركنيه ومن احمد شكري تنزل. اذا بعد خمس دقائق من البدايه سموحه هو اللي بيهاجم، وسموحه هو اللي واخد يعني في فرقه كده تنزل تبقى عارفه هتعمل ايه، عندها حماس الثلاث نقاط. اما مقصه لسه يعني بتشوف ايه الحكايه في هذا اللقاء. النهارده ايمن عبد العزيز مش موجود وحتى ولا في البدلاء، يبدو ان هو مصاب في يعني برضه بيلعبوا راس حربه واحد. ما فيش وائل فراج ولا احمد زغلول، في انتفاضه كده في تشكيل المقصه. ايهاب جلال بيحاول انه برضه بيدفع بعناصر شابه تقدر ان هي تغير في الاداء بعد الخبره الطويله في كثير من اكثر من لاعب اصحاب خبره كان بيبداوا بيهم هذا الموسم. انما ادي على طول باسم عبد العزيز باك الشمال يلعبها ناحيه اليمين وعرض اول هجمه
للمقصة تتقطع وياخدها سموحة. بص سموحة عشان تعرفوا اللي هو فايق لما بيمسك كورة على طول بيعمل انتشار، انما الراجل يطلع كورة بره لازم في حد واقع ولا ايه؟ هنشوف التطليعة دي فيها راية ولا فيها ايه؟ هنشوف. ادي الحكم اهو وليد عبد الرازق حكم اللقاء بينهج اهو، وادي عبد الخالق كابتن الفرقة بعد ايه سوبر ونال، انما لازلت بقول انه مش هو عبد الخالق. لمسة يد تقريبا حسبها الحكم على المقاصة اتلعبت على طول. ومين دول يا ترى؟ هنشوف مين اللي قاعدين كمشانين دول. جهاز الفني للمقاصة قاعدين كمشانين كده، ما تعرفش ليه في حاجة في المقاصة، في عدم ثقة من بداية المباراة كده، وبيلعب على ملعبه في كده نوع من الحذر وده مطلوب برضو، انما في نوع من الاندفاع الهجومي لنادي سموحة لعشر نقاط عاوز يهرب بيهم بعد مباراتين او اكتر تقريبا هزيمة. فحنشوف واضح جدا ان سموحة، هل سموحة يصطاد المقصة ولا المقصة يصطادوا بقى في اندفاعه الهجومي؟ وادي الكرة العرضية تروح لمحمد صبح. هو ده السؤال، هل اندفاع سموحة لإحراز ثلاث نقاط منذ البداية يصطادوا المقصة فيها، ولا يعني المقصة هي اللي يكون لها ثلاث نقاط؟ فاول لنادي سموحة والحكم وليد عبد الرازق، وضربة حرة مباشرة ادي فاول اهو على باسم عبد العزيز، فاول ايه مركب يعني، وضربة حرة مباشرة لنادي سموحة. نبيل مانجا يلعب الضربة الحرة المباشرة من ورا المخ من ورا المخرج هناك في الملعب، وتتلعب الكرة على طول في ايد عبد الواحد السيد. عبد الواحد السيد على طول امامية. عجبني قوي اصرار عبد الواحد ان هو يستمر ويعوض كل اخطائه، ودي ميزه اللعيب المخضرم. في لعيب ييأس ويروح بيقول لك بعد اي اخفاق يعني يقعد، وفي لعيب زيه كده اهوت ان هو يقدر يقول انا هعمل وهعمل. هل هو هيعمل؟ ده اللي هنشوف عبد الواحد السيد اللي هو بيحاول انه يعمل موسم ينهي بيه يعني تاريخه الكبير جدا اللي عمله في نادي كبير جدا اللي هو نادي الزمالك. وادي ضربة ركنية لنادي المقص لنادي سموحة. ضربة ركنية، وأول ضربة ركنية لنادي سموحة. علاء علي وضربة ركنية لسموحة يطلع على طول بالبوكس عبد الواحد. وهنا بقى الخطورة على سموحة من الهجمات المرتدة، لأنهم بيطلعوا في نص الملعب زي ما حضرتك شايفين، والمساحات الكبيرة اللي خط دارهم معدي من ناحية اليمين الشيخ ويلعبها بالعرضية، إنما مغطي نبيل مانجا كويس قوي، تطلع كوره بره الملعب قوي. لازال مخرج المباراه هناك فاتح، ما عندوش الا كاميرا واحد باين بيصور بيها ولا ايه. وهنشوف ادي حسين حمدي اللي كان في الصوره في الهجمه اللي فاتت، انما تتنقل الكوره وياخدها سموحه وصفاره من وليد عبد الرازق، وبيقول له انا ما عملتش حاجه. ده عبد النعيم اسلام عبد النعيم بيقول له انا ما عملتش حاجه. وادي احمد سامي، وادي هاني سعيد لاعب بيلعب بفكر وبتقدير، ولكن يعني نقطة ضعفه السرعة. هنشوف انما هو كان مغطيها تماما بان هو بيعرف يروح يجيب الكرة منين، بيقف لها فين، عنده ذكاء ملعب في الحتة دي، انما بيعوض بيها البطء بتاعه. هل سموحة تستغل بطء هاني سعيد، ولا هاني سعيد يستغل ذكائه في قطع الكرات؟ ده اللي هنشوف. هل بعد شوية هنلاقي احمد سامي رجع خط الظهر وواحد من الاثنين اتغيروا، احمد سيد وهاني سعيد، ولا هيستمر؟ كل الاحتمالات قائمة حتى الان. التعادل بدون اهداف وعشر نقاط من وعشر دقائق عشر نقاط ايه وعشر دقائق من بداية الشوط الاول من لقاء سموحة صاحب الزي الابيض والمقاصة صاحب الزي الاخضر. وادي مصطفى حسن المساعد الثاني، ورمي التماس هيلعبها محمد ابو المجد الباك اليمين، يلعبها ابو المجد، ومره ثانيه رمي التماس لنادي المقص. ارضيه ملعب جميله وحلوه ومعتنى بيها هناك، وحاجه يعني الصراحه بدات الناس تهتم بارضيه الملاعب في كل حته. كره ملعوبه وضربه ركنيه، وادي حسين السيد خدها بحنيه كده، ادى فرصه للسيد فريد انه يروح معاه ويطلعها ضربه ركنيه، انما كانت اخطر كوره في المقصه بعد 11 دقيقه وضربه ركنيه لنادي المقصه. لازال في يعني اندفاع سموحه ممكن ينسيه الناحيه الدفاعيه، هنشوف ايه الحكايه. تتلعب قصيره وترجع له تاني ومتفق عليها، انما يطلع على طول محمد صبحي وبيقول لهم انا اهو
تقعدوني ازاي وعضو المنتخب جات له اهو. بتحصل في احسن العائلات، انما ده اتخبط في وشه باين ولا في بطنه، وان شاء الله هيقوم سليم لغايه لما يقوم ان شاء الله محمد صبحي. والتعادل بدون اهداف، نقول لحضراتكم ان انبي عنده 16 نقطه، ادي اهو الراجل اهو خد واحده كده، انما يعني بطنه يعني خد ركبه ولا اي حاجه، وبيحاول ان هو يعني يفوق ان شاء الله. ادي لافاني المدير الفني، والداخليه عامله مع المدير الفني بتاعها علاء يعني جيم كويس قوي حتى الان، 16 نقطه، الزمالك 15 نقطه، بس ايه من 7 لقاءات، الداخليه من 9 لقاءات، انبي كمان من 7 لقاءات، والاثنين هيقابلوا بعض، انبي والزمالك هيبقى لقاء حلو قوي، كان لقاء مؤجل ما بينهم، هنشوف عامر حسين هيلعب لهم امتى. المصري 14 نقطه، حرس حدود 14 نقطه، طلاع الجيش 13 نقطه، بتروجيت وصل رمضان معاهم الى 13 نقطه، المقصه بتلعب النهارده 13 نقطه، والاهلي بقى من 6 ماتشات عنده 11 نقطه. البطوله الافريقيه دي خلي بالكم بتبعد الاهلي، وبعدين يجي يخش في الدوري عنده مباريات مؤجله، الفرقه الثانيه تستأسد عليه، يعني بتبقى ساعات سلاح ذو حدين. انا عندي 3 ماتشات ب9 نقاط، ابص الاقي الفرقه الثانيه عامله لي اسد وبتاع وتتعبني، برضه سلاح ذو حدين على النادي الاهلي. سموحه اللي بتلعب النهارده 10 نقاط، والجونه 10 نقاط، والرجاء يعني فرقه يعني جميله جدا لازالت متواجده في الساحه ب10 نقاط. اما الاسماعيلي المفروض يبقى عنده 14 نقطه، انما عنده 8 نقاط، والفريق الذي لم يهزم مع نادي الزمالك اتسحب منه 6 نقاط لو حضراتكم ما عارفين، لما ما دفعوش حق جودون باين او لوكيل جودون. هجمه للسموحه، وسموح حتى الان الطرف الشمال هو اللي بادي الهجمات بتاعتهم هناك ناحيه الشمال، وانكماش من المقصه على امل ان هي يعني تعمل دفاع منطقه وتعمل هجمات مرتده، لكن لغايه دلوقتي حسين حمدي مش بتاع هجمات مرتده لانه ما هوش سريع، الراجل بتاع العاب هوا. انما عموما ايهاب جلال المدير الفني للمقصه عامل حساب سموحه تماما تماما، فبالتالي بيلعب بحذر دفاعي حتى الان، وفي مساحات فاضيه زي ما حضراتكم شايفين ورا خط ظهر نادي سموحه، ولكن ما فيش الفايتر في مهاجمي المقصه حتى الان، ولا زال ال 13 دقيقه محاولات هجوميه اكتر من نادي سموحه عن المقصه. تتلعب الكره ويقطع باسم عبد العزيز، يلمها مانجا، وتطلع كره مره ثانيه عند اوكا طويل عليه، حسين حمدي يلعبها بدماغه، تنزل الكره في نص الملعب على طول عند هشام، ينزلها، وادي هجمه لنادي المقصه وكرات طويله بقول لحضراتكم اهو. يبقى علاء يبقى ايهاب بيحاول انه يطلع بالاجناب يضرب بيها خط ظهر سموحه، هنشوف هل الكره دي يعني صدفه ولا لا، وادي هنشوف ايه الحكايه بالظبط. هل هيستغل الاجناب في الكرات الطويله عشان يرفعهم لحسين حمدي ولا ايه بالظبط؟ هل المساحه الكبيره اللي خط ظهر سموحه هتبقى ضده ولا ليه؟ ده اللي هنشوفه برضو مع بعض. ادي هشام محمد احد الطرف الشمال، لعيب كويس لكن بطيء برضو، بدا المقصه مع مرور الوقت اهو بدا يبقى عنده مساحات، اهو بدا يستغل المساحات اللي سايبها سموحه وبيهاجم هناك. سموحه خطوطه متباعده زي ما حضراتكم شايفين كده، خطوط سموحه متباعده، فالارتداد للناحيه الدفاعيه هيكون مشكله بالنسبه له. هنشوف، ادي باسم عبد العزيز الباك الشمال لنادي المقصه، يلعب رميه التماس على طول لهشام، يعليها هشام تنزل وعلى صدره كده ما يلاقيهاش علاء علي، انما يلحقها ياخدها، بدا نص الملعب يبقى للمقصه زي ما حضراتكم شايفين كده. تتلعب كره هناك، يخش هشام شحاته ويلعبها كده حلو قوي الشيخ، بلعيب كويس، لعيب كويس، كلنا قلنا عليه لعيب كويس، انما لغايه دلوقتي لسه ناقصه السرعه والقوه والظهور زي ما ايمن حفني عمل كده مع طارق يحيى في البدايه، لسه مشروع لعيب. المباراه بدات تاخد طابع السرعه وطابع الهجوم المتبادل والكرات الطويله ناحيه اليمين عند علاء علي، هو الترمومتر بتاعهم، وعلاء يلعبها بالعرض عند عبد العزيز، يغمزها كده عبد العزيز وتتخطف وتروح، يعني مباراه شعارها الخطوط المتباعده، الفرقتين خطوط متباعده يعني جدا عن بعض، وهنشوف ايه الحكايه دي هتصفر مين اللي هيتاذي من الخطوط المتباعده دي. حتى الان واحنا في الدقيقه 16 من زمن الشوط الاول، مفيش 3 تمريرات على بعض لا هنا ولا هنا، انما في 4 في محاولات
من سموحه ان يقول انا عاوز اكسب فبالتالي بهاجم، لكن بلا خطوره، في امتصاص من المقصه لحماس سموحه الهجومي، ولكن برضو المباراه ما تلزش ال 16 دقيقه حتى الان. وادي وليد عبد الرازق يعمل اسقاط بعد ما وقف الكوره، وبروح طيبه حسين حمدي يرجعها لمحمد صبحي. محمد صبحي حارس مرمى سموحه على طول اماميه، عبد العزيز يوسف بدماغه توصل الكره لعبد الواحد السيد. احنا شفنا لما فريق تونس فاق في الشوط الثاني عندهم المقدره ان اعصابهم تبقى جامده، بيلعبوا كره قصيره في الزحمه، يعني هم في الشوط الثاني يعني بداوا يمسكوا الكره في الزحمه ويصمموا ان هم يعدوا في الزحمه، ودي سمه شمال افريقيا في الشوط الثاني. احنا كان عندنا في الشوط الاول المساحات والسرعه، ولكن محمد صلاح برضو انا بحمله مسؤوليه ان هو لم يقود الناحيه الهجوميه كويس، لانه بياخد الكوره وبيلعب لحسابه الشخصي بصراحه ربنا، يعني بياخد الكوره ويجري ملوش دعوه بحد. يعني ادي المشكله بتاعه السنتر فيرود، اذا كان قمر ولا شمس ولا اي حد تاني ولا نجوم، حتى محمد صلاح بياخد الكوره هو مراوغ جيد وبيقدر يعدي، انما مش لوحدك كل مره. يعني طبعا محمدي كان ضيف شرف كالعاده، وعاوز واحد يجيب ماتشاته في هال سيتي، ده بيلعب كده ولا ايه؟ معرفش يعني الصراحه لوغاريتم محمدي. تتلعب الكوره وتنزل على طول للسيد فريد، يلعبها على طول اماميه، تسقط من احمد السيد وعلى طول يتابعها نعيم لعلاء، وعلاء علاء يلمها علاء، وعاوز يجيب منها ضربه ركنيه ومش شعبط فيه احمد السيد، علاء يلعبها حلوه قوي لنعيم، وعلى طول مانجا يلعبها لعبد الواحد السيد. اذا ال 18 دقيقه وسموحه هو الافضل من حيث التحرك ومن حيث المحاولات الهجوميه، ولا زال المقصه مخضوض او خايف من نادي سموحه. هنشوف تنزل الكوره وفاول وضربه حره مباشره لنادي المقصه ضد هشام محمد. الصراحه الحضري برضو عمل ونس في المباراه، حظه وحش في الفاول، ده فاول رباني ما يجيش ابدا، ده زي ما يكون بيقول للناس يعني خلاص بقى ها بدل ما انتوا مش عايزين تكسبوا يلا. انما الحضري بيعمل ونس لخط ظهره، بيعمل ونس للفرقه الصراحه، متحرك بيتكلم، لكن يعني الجنين اللي جم فيه يعني لا يسال عنهم بصراحه. يعني تتلعب الكوره وتنزل في نص الملعب على طول للمقصه، تتخطف وتروح لمانجا، مانجا يريحها على طول لمصطفى طلعت، تتلعب الكوره هيلحقها، يلحقها والله باسم عبد العزيز، انما اللاينز مان رفع ورمي التماس لنادي سموحه. مين اللي على الخط ده؟ مايكل. ده مايكل ده المعد الناشط بتاعنا، خلي بالكم. رمي التماس ونبيل مانجا وصفارة وفاول وضربة حرة مباشرة للمقص. النهاردة المعدين بدأوا سعد وحامد ووليد قاسم ومايكل مجدي. قلت لمايكل مجدي جيب لنا الجهاز بتاع المقص، قال لي طيب. تتلعب كورة وفاول على نبيل مانجا وضربة حرة مباشرة لنادي المقصة، اللي شكله كده هيصطاد حماس سموحة في كوره من الكرات الثابته دي اللي احنا شايفينها. وكلام ما بين وليد حكم مباراه مع علاء، وادي هاني سعيد وضربه حره مباشره لنادي المقصه، و20 دقيقه من زمن الشوط الاول والتعادل بدون اهداف بين الفرقتين. يرجع نعيم وعبد النعيم ويلعبها وتنزل، وبدانا نشوف الاخضر في نص ملعب سموحه اكتر، وبنشوف فاولات، وادي اول انذار في المباراه، انذار متسرع، انذار متسرع لمصطفى طلعت، مصطفى طلعت وانذار لمصطفى طلعت لاعب سموحه. اول انذار في المباراه، رغم انها يعني مباراه هاديه قوي، بيحمس بيها وليد عبد الرازق المباراه، وضربه حره مباشره للمقصه.
طبعا الكل لسه صاحي من النوم، بقالهم بقى المنتخب اتغلب وده اتعمل وده اتسوى، فالناس بتلعب حتى زي ما حضرتك شايفين كده يعني بدون نفس. ده وضع طبيعي لرد فعل خروج المنتخب، انما هينسوا كل هينسوا زي ما قال الكابتن احمد شوبير قال كده على حادثه العربيه، ده احنا اجدع ناس ننسى. ضربه حره مباشره لنادي المقص، وادي الفاول خد عليه انذار اهو، ويستحق الانذار صح ضد احمد سامي، وتتلعب الكوره تبقى ضربه مرمى لنادي سموح. المقاولين العرب اللي الكابتن حسن شحاته مسكه حاجه غريبه جدا، تصوروا من 8 لقاءات جايب 3 اهداف بس، رغم ان عنده فروده كويسه وعنده فرد في منتخب مصر، ودخل في مرمى 7 اهداف، عنده دفاع كويس صراحه، انما 3 اهداف يعني ده العبد منور جايب 8 والاسيوطي جايب 9 والنصر جايب 8 والمقاولين جايب 3، اذا هنا عنده قصور. رضوان بقى اللهم يسيب الخير بقى هيشوف حسن شحاته ازاي هيطور الناحيه الهجوميه بتاعته، 3 اهداف في 8 مباريات قليلين جدا جدا ب6 نقاط. المقاولين العرب اتحسد ولازم يشوف حاله لحسن 5 انديه بتنزل والانديه الثانيه بتهرب وجارت منه، تتلعب الكوره وتنزل وتروح عند فريد يلعب على طول اماميه عند علاء، هو محور الاداء بتاعهم علاء علي، هو المناول والبنا واللي بيتحول بيبازي وياخد، وينادى على عبد الخالق قال له لا مش هديها لك واروح الناحيه الثانيه احسن، يضرب لخمه يلعبها في نص ملعب لفاروق ناحيه شمال، انما في لمسه شد وضربه حره مباشره لنادي سموحه. ضربه حره مباشره ونفس الزقه كده ونفس التكتل من لاعبي المقاصه، واكن يعني الحكم يعني صفر على حاجه ما شفناهاش، هي لمسه شد وضربه حره مباشره لنادي سموحه. عاده سيئه اهو، ادي شكري يلعبها وهنا لعبها بدماغه جت في ايد زميله غصب عنه، بس دلوقتي بقى فيش غصب عنه، لمست هصفر. الاول كانت غصب عنه ايام بقى محمود عثمان وبتاع والتقديريه والبتاع، النهارده حتى في عصر الثورات ما بقاش فيه تقديريه. خلاص لمست ايدك يا حلو، خلاص قدرت ما قدرتش، فكل حاجه بقى ما دي التطور. ضربه حره مباشره لنادي سموح وحائط من المقاصه، وعبد النعيم عاوز يخش في وسطيهم، واوكا بيشوط كويس على فكره وبيقول له خلي بالك انا سبت لك واحده شكري، شكل اوكا كده هو اللي هيشوط، وادي عبد النعيم داخل غلاسه كده في نصهم، زمان كانوا بيضربوا افيان وبتاع وكلام من ده وحاجات تانية، انما دول جنتل جدا بتوع المقاصه. وادي وليد عبد الرازق الحكم بيوقف، معهوش بقى المعجون ده ولا الفوار ولا اللي يعني هو مش معجون اهو، وادي اوكا يشوط تخبط في الحيطه وتصويبه بتجليه ياخدها على طول، جت في لعيب وقع على الارض. الكره دي على فكره لما تيجي اسفل البط ولا دي جت فين، ده ماسك رجله من ورا. انا بقى لعبت كوره بحاجه زي كده، انا كنت شبل في النادي الاولمبي عندي 16 سنه وبنلعب مع نادي الزمالك سنه 60، وكنت ماسك حماده امام وكان لسه ناشئ صاعد، وعبد نصحي في حيطه زي كده الله يرحمه عمل قنبله جت في العضله الخلفيه للكابتن مسعد، راح كابتن مصعد كان زمان ما فيش تغيير لعب وينج ليفت، ما اعرفش ليه اللي كان يصاب يبقى وينج ليفت، وانا لعبت مكانه كان 3-5-2 كان 4-2 تقريبا، ومن ساعتها وانا مسكته ولعبت، يا رب ضرت النافعه يعني. رجع بقى الكابتن مصعد في الدور الثاني لعبت باك يمين ومكرم بطل. لازم الانسان في حياته يبقى عنده حظ ويبقى عنده صدف، ولازم يبقى يجي له حاجات كده لازم يستغلها، انما الراجل ده قام ما فيهوش حاجه و25 دقيقة من زمن الشوط الأول اللي ما فيهوش حاجة خالص غير كر وفر، وأي حد هيكلفت التاني بهدف دلوقتي في الأمور كده، ورايا صفارة وضربة حرة غير مباشرة لنادي سموحة. 25 دقيقة من لقاء المقاصة وسموحة ما فيهاش تصويبة لا على محمد صبحي ولا على عم عبد الواحد السيد، ولا فيها لمحة فنية واحدة، إنما في الملحوظ ان يبدو ان سموحه قالوا البعض ما يصحش كده يا جماعه، المهندس فرج عامر عامل لنا كل حاجه ومدينا فلوسنا والكلام ده كله، وعم ليفاني قال لهم يا جماعه ما تحرجونيش انا جاي عشان اطور مش عشان انيم، فنزلوا زي ما حضرتك شايفين كده عندهم ناحيه يعني حماس هجومي لكن بلا فعاليه، اللي مبوظ الفعاليه كلها علي علاء علي، لانه عاوز هو اللي يجري وهو اللي يرقص وهو اللي يمرر وهو اللي ياخدها، فطبعا ما ينفعش. ادي كره يقطعها على طول المقصه وتتخطف منه
وعرضيه على طول. ميزه بقى سموحه انه بيهاجم، تلاقي 4-5. بص حضراتكم اول مره صوتنا يعلى، واول قلشة احمد السيد وضربه ركنيه، اول مره نشوف كده صوتنا يعلى في الدقيقه 26 من تمرير الشكري لعبد العزيز، يخش احمد السيد وينقذ فرصه هدف. صح جدا جدا من على اقدام عبد العزيز، من تمريره حلوه من احمد شكري، ضربه ركنيه، اول كره تصحصحنا بعد 26 دقيقه لنادي سموحه. اتنقل لها مانجا، ما اعرفش ايه الشورت والشراب اللي لغايه فوق ده، ما تعرفش ايه الحكايه دي. الشكل العام بيبقى حلو برده يعني، انما كده يعني بنسيابيه ومانجا، والضربه الركنيه والعبها حلو قوي. مين هيقابلها من هنا؟ وضربه ركنيه ثانيه لنادي سموحه اللي هو ناوي النهارده، هل هينوي ولا ايهاب جلال هيبدا يشوف نفسه؟ لان بالمنظر ده ممكن سموحه يلطوا هدف في اي لحظه من الكرات دي. ضربه ركنيه لنادي سموحه، وعلاء علي هيلعبها، يلعبها قصيره عشان ياخدها، وخدها علاء ويلعبها اي حاجه. هو اللي النهارده يعني مش موفق علاء علي في حاجات كتير، عنده حماس كتير جدا، بيمسك كوره كتير جدا، بس طلعت الكوره منه مش لحد. عبد الواحد السيد وضربه حره تقريبا غير مباشره، او لمسه يد او فاول زي ما حضرتك شايفين كده، ضد نبيل مانجا اتلعب الفاول، وصفاره ثانيه وثالثه ورابعه، وضربة حرة غير مباشرة لنادي سموحة، أو فاول اللي مش رافع إيده. مباراة بلا هوية و28 دقيقة يعني من زمن الشوط الأول. أنا ما أعرفش بقى استوديو التحليلي هيقول إيه، الكابتن أحمد شبير وهيئة محللي سي بي سي 2، الكابتن أيمن يونس والكابتن خالد بيبو، لغاية دلوقتي ما فيش حاجة يقولوها حتى الآن. يعني 29 دقيقة من زمن، أو 28 دقيقة من زمن الشوط الأول، مفيش حاجة تتقال خالص غير إن سموحة عاوزة تكسب بس مش عارفة، وان المقص عامله حساب فبتدافع بس برضه مش عارفه تهاجم. ادي المباراه ماشيه بالمنظر ده، واللي مستريح في العمليه دي كلها الحكم والفاولات اللي بيعملها. النهارده مدير اداره الانتاج ابراهيم علي، ومدير الانتاج محمد عطيه، وفرقته بقى عصام عصران ومحمد فهمي، رئيس تحريرنا وليد عبد السلام، ومدير تحريرنا احمد تيمومي، والمعدين بدوي سعد ومايكل مجدي ومحمد حامد ووليد قاسم، ومخرجنا الجميل محمد عظيمه. الصوت النهارده مهندس ابراهيم عبادي، ومدير تشغيل محمد العشري، معرفش مراسل ملعب مين، انما مساعد مخرج والمونتاج هويدا النجار وهويدا شوبير. تتلعب الكوره هند شوبير، ما انا قلت ايه، هويدا وهند ثنائي اهو. تتلعب الكوره وترجع ورا ليه؟ عبد الواحد حرم عبد الواحد من الشلوط اللي عمله وجا فيه جون في يوم الاسيوطي، لعيب يعني انا بحترمه ان هو مش عاوز يبطل لما يحافظ على اسمه الصراحه. يعني هو كان غلط يجي هنا اهوت، انما خلاص قدر والعناد، وبالتالي هو مصمم، ودي حاجه كويسه تحسب ليه ان هو يعمل موسم كويس وبعدين يبطل. هنشوف هل الموسم ده هيعمله كويس ولا ايه بالظبط. وادي صدام مسلح ما بين باسم و ما بين يعني احمد السيد تقريبا، والاثنين خبطوا في بعض وان شاء الله يقوموا سليم. ده نتاج ايه؟ عدم لياقه، بعد عن الملعب فتره، ساي كانوا بيتمرنوا وبتاعوا كلام من ده، انما هو بص بيجرجروا مش بي يعني اي حد بيعمل اي حاجه. بص طب هو ده ماله؟ يعني الراجل ده ممكن يكون في العمود الفقري فيه حاجه، ده دخل وراح مجرجره واحده كده، وبعدين هات التاني يلا. وبالمنظر ده مع احترامي يعني، احنا شايفينه قدامنا يعني، ما قالوش عندك ايه او وقع ازاي او كده يعني، انما سحب واحده من رجليه كانت تجيب له تمزقات. ادي اهو دخل باسم علي واحده كده في عبد الله فاروق، والحمد لله الاثنين قاموا، واهو وهنستأنف مع بعض المباراه و30 دقيقه من زمن الشوط الاول، والتعدد اهداف. وادي لافاني اول مره، اول مره من ساعه ما حط رجليه في مصر انه ينفعل. يا ده احنا كنا بنقول عليه يعني، بيقول لاينز مان، بيقول الحكم، بيقول حيدر المترجم بتاعه، بص بقى الحكم بيقول خلي بالك هطلعه لك بره، قول له. التاني يقول لا قول له مش عارف بنسيا ايه حاجات كده بفرنسا. اول مره اشوف خناقه واحد وسيط، يعني حاجه جديده جدا. وادي احسن منظر، يا سلام على حمامه السلام، يا سلام على السلام لما يعم على مصر ان شاء الله. ما حدش يقول لي بقى يوم 28 عادي، يوم 28 هيعمل حاجه هياخد فوق دماغه.
ومحدش يبكي على حد بقى، الصراع بتاعت ربنا يعني محدش يبكي على حد، لو حد جرى له حاجه ولا اي حاجه محدش يقول لي بقى انا شهيد وانا اتضربت وانا عم ايه اللي وداك؟ ايه اللي جمعك؟ ما خلاص ما خلصنا من الموال ده. يعني دي حاجه لازم الناس ولازم الاهالي نركز عليها. هيجرى لك حاجه انت اللي رحت وانت اللي طلعت، هتقول لي على اسنه ومش اسنه والكلام ده، لازم يعني النبادي يبقى هي المره الثالثه ثابته يعني، والا بقى مش ممكن. يبقى احنا قاعدين بقى ايه كل شويه واحد يقول لك انا يوم 28 هضربك، لا ضربه ايه؟ ضربه في قلبك يعني، الصراحه كفايه بقى كده يعني، كفايه يعني. لازم الناس تعيش بقى، ولازم مصر تعود الى مصر. هجمه ما فيهاش اوف سايد ولا فيها؟ فيها اوف سايد وضربه حره غير مباشره رافعها على طول احمد الكيال المساعد رقم واحد على احمد شكري. هيقول لك هننزل، طب انزل. جرى لك حاجه هتشتكي لمين بقى؟ ضربوني، امال هيعمل لك ايه؟ هيطبطب عليك؟ ما انت بتموت. خلاص انتهى الموال بتاع ضربوني، وده والشرطه بتاعها لازم. الشرطه قالت لك اللي هيهوب هنا مش خلاص بقت حاجه علني، فخلي بالك على نفسك بقى وخلي واختشي، لانك انت عاوز ايه؟ دوله، بقينا دوله، كل حاجه عاوز ايه؟ الصراحه بتاعت ربنا لازم كمان الشعب يصحصح مع الحكومه والشرطه بجد يعني. ما نقعدش احنا بنتفرجوا مع الشرطه وبنتفرجوا على الجيش، لا بنتفرج، لا لازم الشعب بقى يتحمق. ما ينفعش اللي شاف حاجه غلط لا يخلص وخلاص، انما لازم نقول للناس اختشوا، انما كده لا. لا ده لا، ايه المطلوب يعني نعمله؟ ايه المطلوب؟ نفضل ايه يعني؟ بلد بتروح. نروح لماتشنا اللي هو مش ماتش، وبنلعب في الدقيقه 32 و المقاصة وسموحة متعادلين بدون اهداف وفاولات وفاول على علاء علي، وادي اوكا وضربة حرة مباشرة لنادي سموحة، وادي لافاني لاول مرة يبدو ان مهندس فرج عامر والدكتور اسماعيل فايد وكيل هناك قالوا خلي بالك بقى ايه انت باين اخر ماتش ليك، فالراجل ما قبضش باين ولا حاجة، فاول مرة نشوف لافاني مع كان مع نادي الاتحاد عمره ما انفعل، مع سموحه كان قاعد تحت التندة الراجل بيفكر ويفكر على الرأي كده عمان مدولي، انما النهارده زي ما السود التحليلي قال ان في خطر على لافاني، فبالتالي الراجل حاسس او كبرياءه بيقول كده، فالاول مره ينفعل الحكم رغم ان الحكم ما عملش حاجه لغايه دلوقتي ولا في حاجه عشان الحكم يعملها. هجمه لنادي المقصه من الجنب اليمين عن طريق احمد الشيخ، والكره العرضيه انما تتقطع وياخدها سموحه وتنزل في نص الملعب ناحيه الشمال عند نعيم وشكري، الطرف اليمين النشط عندهم طرفين كويسين دلوقتي سموحه، انما راس حربه لوحده ادي عبد العزيز راس حربه بيلعبها لعلي لعلاء علي، وعلاء علي الله على التخريمه دي، انما فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها ضرب الجزاء، تخريمه فيها ضرب الجزاء بيني وبينكم صح، هنشوفها مع بعض. مدافع ساذج، مدافع ساذج قطع معاه، ويبدو ان رجلهم خبطوا في بعض. زمان لما واحد يمشي عكس التاني ممكن رجليك تخبط في بعض حتى وانت ماشي في الشارع، تيجي تعدي اللي قدامك تخبط في كعب رجله، هنشوفها. فين مخرج المباراه مش بتاعنا عظيمه بقى؟ لو عظيمه كان طلعها على طول. ادي علاء علي الراجل خرم جامد قوي، هات رجلين يا عم، هات رجلين يا عم، ولا فيها حاجه، انما ضرب الجزاء، ضرب الجزاء جت متاخره، هنشوف هو جاب الراجل وهو بيقع، انما ما جابوش هو بيتزق، ما جابوش، ما نقدرش نقول اي حاجه دلوقتي غير ان هي ضرب الجزاء. زمان دلوقتي المهندس فرج عامر يقول لي انت كده اسكندراني بتقول ما فيهاش حاجه، وانا اللي شفته، انما نقدر نقول ان سموحه هي الاقدر حتى الان. بص النمره اللي على الجنب دي محوله، وضربه جزاء وعلاء علي في الدقيقه 34، يعني مع بال علاء يحطها ويشوط تبقى الدقيقه 35. هل الدقيقه 35 يبقى الهدف الاول لنادي سموحه من ضربه جزاء، ولا عبد الواحد السيد يعكنن على سموحه؟ هنشوف. في الدقيقه 35 وضربه جزاء صفر عليها وليد عبد الرازق، وداخل لها علاء علي، وكلام كتير من الحكم للناس، ما خلاص يا عم كله واقف اهو، وكل ده بيتكلم واحد واحد تقريبا، اوعى ووسع وكلام من ده، ما خلاص ما تجيبهمش، ما تقف هناك وتقول له ما الخط موجود وطلع كارت الاصفر، لازم حد يقول له لما يروح الحكم وليد عبد الرازق الكلام ده، لو في جماهير هتقعد يعني هتعمل له كلام. علاء 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 علاء، وهدف جميل 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 جميل، يتقدم نادي سموحه بهدف لعلاء علي في الدقيقه 35. علاء علي في الدقيقه 35 من زمن الشوط الاول من ضرب الجزاء يتقدم سموحه الاكثر محاولات هجوميه، وادي لافاني اهو بيسقف لفرقته، وواحد سموحه لشيء المقصه، وال 35 دقيقه اعتقد ان سموحه تستحق ان هي
تبقى يعني صاحبه الهدف، لان هي الاكثر محاولات هجوميه واللعبه ملعوبه حلوه قوي وتخريمه من اللاعب اللي عشان ياخد تمريره علاء علي. واحد سموحه لا شيء مقاصه، اذا المقاصه هتنتفض. طب ما كمل الاول، هل انتفاضه المقاصه هتكلفها هدف تاني ولا يقدر يتعادل؟ ده اللي هنشوفه مع بعض حتى الان. وادي انذار تاني اهو، هنشوف لمين. لمين يا عم يا وليد عبد الرازق؟ ورينا لمين، ورينا لمين. لفريد، للسيد فريد. يبقى في انذارين لسموحه، السيد فريد ومصطفى طلعت، وضربه حره مباشره لنادي المقاصه. وفي الدقيقه 35 يحط علاء علي هدف اول من ضرب الجزاء لنادي سموحه، تبقى واحد سموحه لشيء المقاصه، وضربه حره مباشره لنادي المقاصه. ضربه حره مباشره للمقاصه اللي خلاص بقى بدات تتحمق، بس ايه حمقه برضو لسه فيها نوم. وعلى طول هاني سعيد يلعبها وسقطها حلوه قوي، وصبحي طالع وحش قوي، وضربه مرمى لنادي سموحه في كره خطر ووحشه قوي. طلع مع احمد سامي وكان ملعبها بصراحه، يعني هاني سعيد لعبها بالمقاس، ومحمد صبحي ولا متعوره. بصهم هاني هو عنده لعيب، وبصهم، بص صبحي بقى يا على التوفيق وعدم التوفيق. اخطر كوره للمقاصه كان محمد صبحي هيتكفلها. ايه حكايه الكرات ديت وحكايه الجوان اللي بتمسك الهوا ده؟ حاجه غريبه جدا. انما محمد صبحي حظه كويس، وحظ احمد سامي وحش في انه كان هيحط في دقيقه 37 هدف التعادل لنادي المقاصه من ضربه حره مباشره ما جاتش. بدات المقاصه تنتفض، هل الانتفاضه دي تعلي حسنا هنا وهنا؟ هنشوف. يطلع كوره على طول احمد السيد وتنزل في نص ملعب لاسلام عبد النعيم، وهل في فاول وما فيش؟ خلاص ما فيش. بدات المباراه تتحرك وبدا صوتنا بدا يعلى، وما اعرفش ايه اللي كان مكتف المقاصه عشان تتحمق، لازم يخش هدف ولا ما فيش هدف؟ ده اللي هنشوفه. ادي هشام اهو بيمشي وبتضغط عليه، ويعني اتخذت منه كوره ما اتخذتش، جات له مره ثانيه ويقبل يخش على طول علاء علي، وتبقى ضربه مرمى لنادي المقاصه. غريبه قوي، كتير من الفرق وكتير من اللعيبه ما تتحملش الا ما يخش فيها جون. كان يعني هنشوف الحمقه دي للمقاصه بعد هدف السموحه من ضربه جزاء اللي احرزه علاء علي في دقيقه 35. هل سموحه هيستمر على الناحيه الهجوميه عنده من الطرفين؟ الصراحه عنده طرفين كويسين، شكري في الشمال وعلاء علي في اليمين، وظابطين القعده الاثنين مع بعض. وهنشوف ادي هجمه من الشمال اهو، علاء احمد شكري من ناحيه الشمال ومعاه هشام شحاته الباك الشمال، وتطلع كوره بره الملعب اهو. رمي التماس لنادي سموحه اللي عاوز ياكد بقى الثلاث نقاط، هل ياكدها في الشوط الاول ولا يعملها بيها ايه؟ هنشوف ايه اللي هيحصل واحنا في الدقيقه 39 من زمن الشوط الاول. وسموحه واحد والمقاصه لا شيء. داخلين على الدقيقه 40 من زمن الشوط الاول، وسموحه صاحبه الزي الابيض متقدمه على المقاصه صاحب الزي الاخضر، وبيلعب سموحه خارج ملعبه والمقاصه بيلعب على ملعبه، وواحد سموحه لا شيء المقاصه في مباراه يعني فقيرة فنيا جدا جدا جدا، ويعني على فترات متباعدة يا دوبك بحسنا بيعلى. لم يختبر محمد صبحي، واختبر في كورة كانت هتيجي في جون طلع غلط. لم يختبر عبد الواحد سيد ومالوش ذنب في الهدف، ولكن المباراة فقيرة فنيا إلى حد كبير جدا جدا جدا. ضربة حرة مباشرة وأوكا يلعب على طول لطلعت، وطلعت لأوكا، بدأ سموحة يركز كده في الملعب. ادي طلعت على طول يلعبها أمامية هناك عند عبد العزيز يوسف، بيشترك في كل كرة عالية راجل الإفريقي ده. تتلعب الكرة عند طلعت، يرجعها لأوكا، أوكا للسيد فريد، يلم السيد فريد. على فكرة علي جبر المكسب جميل جدا لمنتخب مصر سنترات بتاع نادي الزمالك، الصراحة جسم قوي، لاعب كويس صراحة يعني. بيتلعب دلوقتي في نفس الوقت المصري وحرس الحدود مايكل بيقول لي لا زال التعادل 0-0. بقول لحضراتكم طبعا بعد النوم العميق وسد النفس اللي حصل، المباريات يعني بتبقى هتاخد لها اسبوعين كده ثلاثه لغايه لما الناس تنسى. لا مش ثلاثه، هاخد لها ساعتين ثلاثه، احنا بننسى بسرعه.
وهتبص تلاقي كل حاجه ايه راحت وجات وبتاع، ونبدا مشاكل تاني الانديه، وده ما خدش وده اخد، وده عاوز يحترف وده عاوز مش عارف يعمل ايه وده ايه. كل حاجه بتتعمل الا الكوره، كلها احداث الا فنيا. تتلعب الكوره ورا هناك عند هاني، وهاني على طول اماميه. مشكله فريق المقاصه ما عندوش حد يمسك كوره في نص الملعب، كان ايمن عبد العزيز بيحاول ان هو يمسك وبيحاول ان يعمل، انما مش موجود خالص في البدلاء. بدلاء المقاصه مصطفى كمال، حسين رجب، عمرو بركات، سعيد طلال، عمرو نجدي، احمد زغلول، احمد زغلول. ويعني هنشوف ايه بالظبط هيعمل ايه ايهاب جلال في تغييراته. وادي هجمه هشام تتخطف من هشام وياخدها سموحه وتروح على طول لمانجا، ومانجا على طول اماميه وتنزل الكوره ل وسيد حمدي رقم 7 في البدلاء بتوع المقاصه، في سيد حمدي وحسين حمدي. هجمه للمقاصه وتخريمه حلو قوي، انما تتقطع وبدا يبقى في شكل دفاعي لنادي سموحه، وبدا يبقى في هجمات. يعني في ميزه النهارده في سموحه، لما يمسك كره بيبقى عنده اطراف شغاله كويس زي ما حضراتكم شايفين كده، ودي ميزه. عنده شكري بدا يبان، ولما بيمسك الكوره بتلاقي ثلاثه ابيض على طول قدام في العمق مع عبد العزيز يوسف. يعني صراحه لازم نقول حق الراجل لافاني النهارده. احمد يحيى وعثمان وكيتا ومحمد ماجد وهشام فتح الله والصيد وبنسي وحسام غالي واحمد فولا، دول البدلاء بتوع سموحه اللي لابس ابيض. يا وادي المستر بتاعهم بقى علاء علي ومحرز الهدف وعم مجهود كبير كويس، وبيديهم نوع من الامان، وبياخدها ويديها له مره ثانيه، وعاوز يتلم على كوره عشان يشوط، بس لازم حد يقول له في ودنه امتى تجري وامتى توصل، لازم تمشي زمايلك. اتخطفت الكوره، انما حاجات فرديه كلها من المقاصه، مفيش اداء جماعي خالص. ما شفناش احمد الشيخ خالص، ما شفناش الجنب اليمين ولا هشام محمد مع باسم عبد العزيز. اداء غريب للمقاصه في هذا اليوم، اقل اداء للمقاصه من ساعه ما زعنا هذا الدوري. وادي فاول وضربه حره مباشره لنادي سموحه. اذا سموحه في امكانه النهارده انه يقتنص 3 نقاط لو استمر على هذا الاداء، وفي امكان على ايهاب جلال انه يصلح من اوضاعه. ما عندوش اجنب بتشتغل، كان اجنبه بتشتغل اليمين والشمال، كان باسم مع هشام بيشتغل، يعني كان قعد ناس كتيره هو في هذا اللقاء. هنشوف هل هينزل زغلول، هل هينزل النجدي، هل هيصلح ملعبه في نص الملعب ازاي، عنده اصابات كتيره، هل غضبان على ناس بتاع حاجات كده. يعني كلام من الحكم وليد، وضربة حرة مباشرة لنادي سموحة الأفضل نسبيا من نادي المقاصة، والمتقدم بهدف على المقاصة بضرب الجزاء لعلاء علي. بنلعب في الدقيقة 43، داخلين في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، وضربة حرة مباشرة جالها على طول علاء علي في توت الملعب النهاردة. هو يستاهل صراحة، علاء علي علاء علي علاء علي يشوط الكورة تعمل باند وتبقى في إيد عبد الواحد السيد. عامل مجهود كبير جدا وأصبح هو صاحب الكورة في نادي سموحة، ولكن لازم يبص لزمايله. تعمل مجهود كبير جدا، لكن لازم تتعاون، ليك فضل وليك سرعة وليك وليك، إنما لازم تتعاون برضه، ودي مشكلة علاء علي. هجمة للمقاصة من جنب اليمين والشيخ، والعرضية هناك في إيد محمد صبحي. على طول تتلعب وكعب كده، وفاول جامد، وفاول جامد جامد جدا صح، وضربة حرة مباشرة لنادي المقاصة. ضربة حرة مباشرة و44 دقيقة والمقاصة بيحاول، بس ما عندوش أنياب خالص، ولا عنده أداء جماعي خالص، ولا عنده نص ملعب خالص. وأدي ده من نادي المقاصة، هنشوف كام دقيقة. حتى المخرج هناك ما هنناش على كام دقيقة وقت بدل ضائع، مش هتبقى دقيقتين تقريبا. وكلام مع الحكم من جهاز نادي المقاصه، يبدو ان ايهاب جلال موقوف تقريبا، قولوا لنا يا جماعه لانه مش باين خالص في الكادر. تتلعب الكوره وسايبين انا الاعداد كده قاعد اقول اي حاجه. تتلعب الكوره وتنزل وفاول تاني وضربه حره مباشره لنادي سموحه. النهارده مايكل مجدي النهارده ما اعرفش هو عبد السلام، يعني وليد عبد السلام، هتقولوا لي الحالا ايه ده الماتش هيخلص، انتوا تسعفونا يا جماعه. انا شايف ناس غريبه على الخط، وإيهاب جلال مش موجود، كان موقوف قبل كده، هل هو موقوف لسه ولا سابه ومشى ولا ايه بالظبط؟ ومين اللي بيدير المباراه بره من المقاصه؟ وضربه حره مباشره لمحمد صبحي على طول تتلعب، ويا ويلكم لو كان كابتن شوبير مكاني. تتلعب الكوره 3 دقايق وقت بدل ضائع. ايوه صحصحوا معايا كده، معرفش هو ماتش نايم الصراحه، بس انتوا يعني
يعني نبقى مع بعض برضه نصحصح بعض يعني. تتلعب الكوره وعبد الخالق يرجعها ورا عند اوكا، واوكا يلعبها اي كلام تتقطع ياخدها المقصه، وعلى طول حسين حمدي بياش حسين وجاريله الراجل ما ادالوش ويلعبها بينيه هناك عند، والكوره فيها اوف سايد ولا فيها ايه؟ فيها رايه وفيها صفاره، والراجل بيقول له يا عم الهجمه اللي بنعملها اهو اللي يعني يعني الراجل بيقول له والله العظيم ما هي كده. ده عبد الخالق عبد الله فاروق يعني ضربه حره غير مباشره لنادي. كلام كتير مع الحكم وصبر كتير من الحكم، ولازم الحكم يتعامل مع الجهاز اللي موجود، ويبدو ان الجهاز الموجود عاوز ياخد 3 نقاط من غير ايهاب جلال عشان يقول له احنا برضه اجدع منك وحاجات كده. والمراقب المباراه والحكم الرابع يعني المفروض ما فيك يقول له اتفضل، انما صبر طويل جدا او صبر كبير جدا من وليد عبد الرازق طمع في الجهاز اهو، قال له تعالى يا عم بقى كفايه كده عليا. ومين اللي اتطرد؟ قولوا لنا، شوفوا مراسل الملعب عندكم هناك مين، وشوفوا ايه الحكايه في غيه الحمام اللي كانت قاعده بتعترض على الحكم، ومفيش حاجه في المباراه تعترض عليها، كلها فاولات وهدف من ضرب الجزاء صحيحه، و يعني مفيش غير كده حاجه خالص. انما عبد الواحد لسه بتشمس لغايه دلوقتي، ومحمد صبحي برده بتشمس، ومفيش اي ما يعني ما يعكر صفه اي حاجه غير ان علاء علي هو اللي عامل الدوشه دي كلها، وهو صاحب التمريرات الجميله، وهو اللي ممكن يجيب جون بقى. الله، اول مره اقول الله، بس يا عم شكري انت بتضيع فرص عمرك دايما. الكوره علاء علي نقدر نقول بصراحه ربنا يعني في الدقيقة 47 47 دقيقة اللي اتعملت أكتر لعيب عمل شغل، وأكتر لعيب يعني ليه شكل في الملعب هو علاء علي. ويمكن النهارده شكري يمكن أحسن مرات في مرياته في الطرف الشمال شغال كويس صراحة. سموحة هي الأفضل في الشوط الأول، وهي المتقدمة في الشوط الأول بهدف لعلاء علي في ضربة جزاء الدقيقة 35، أما المقصة فلا حول ولا قوة بغياب إيهاب جلال، ويصفر الحكم وليد عبد الرازق حكم لقاء بانتهاء الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف لعلاء علي في الدقيقة 35 من ضربة جزاء صحيحة. أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2، كان معكم معلق رياضي محمود بكر، ما شفتش نور اتفتح ولا حاجة، يبقى كابتن شوبير مش جاي، ويبقى كده على أمل أن نلتقي في الشوط الثاني. لكم مني أطيب التمنية. امشي يا سعاد، امشي يا سعاد. مرة أخرى أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2، ومعكم لواء معلق رياضي محمود بكر، وأحداث الشوط الثاني من لقاء نادي المقصة صاحب الزي الأخضر مع نادي سموحة صاحب الزي الأبيض. انتهى الشوط الأول بتقدم نادي سموحة بهدف في دقيقة 35 من ضربة جزاء. هبوط حاد جدا جدا في أداء المقاصة، مفيش أداء جماعي، مش يعني لغاية دلوقتي مايكل مجدي المعد مع وليد عبد السلام، عاوز أعرف مين اللي بيقود مباراة المقاصة في غياب إيهاب جلال، محدش عاوز يقول لي، إنما هيقولوا لي طبعا كمان شوية. إنما بدأت المباراة وهنشوف اذا كان في تغييرات ولا شكلها كده مفيش تغييرات. وادي اول ضربه حره مباشره لنادي المقاصه على حدود منطقه جزاء نادي سموحه. هاني سعيد بيلعبها كويس، هنشوف مين اللي المقاصه هيلعب ضربه الحره المباشره على حدود منطقه جزاء نادي سموحه. بالراحه كده، حيطه من سموحه ووليد عبد الرزاق الحكم شحات حسين، وادي الشيخ وهادي سعيد. خلي بالكم الاثنين بيشوطوا كويس جدا، والشيخ قبل كده شاط كام كوره لسوء حظه جت في المقص والقايم والعارضه كذا مره. هل واحمد السيد بيقول له ايه؟ بيقولوا لك العبها لي، هو العبها لك فين يا عم؟ ضربه حره مباشره، وبيقول له انا اطلع احطها مكاني زي ريفيلينو. ماشي، شكل محدش عارف مين اللي هيلعبها، هل هو الشيخ رقم 22 ولا هاني سعيد؟ والشيخ على طول حلوه 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 بجوار القايم، ويمسكها على طول محمد صبحي. انما صبحي كان متوقعها وواخد خطوه قبليها. طيب ايهاب جلال على الدكه ولا بره ولا ايه؟ مش فاهم، انا مش شفتوش. طب امال مين اللي بيتكلموا مكانه دولي؟
مين ما لهمش اسامي؟ ايهاب جلال قاعد تحت دكه مايكل بيقول لي، وطالما هو قاعد بيشوف مساعدينه بيتخانقوا ليه، دي في حقه مش كويس. المفروض المدير الفني بيبقى مسيطر على جهاز طرد بره، وهنشوف بقى هل ايهاب جلال هيقوم ولا في حاجه. يعني المقاصه النهارده في حاجه غلط، يعني في ده سدت نفس بقى، ما تعرفش في حاجه في نادي المقاصه النهارده عكس نادي سموحه اللي فايق خالص زي ما انتم شايفين كده، واللي جاي عشان خاطر يصحح اوضاعه، واللي عاوز يزود 3 نقاط على 10 نقاط بتاعته. والمقاصه لغايه دلوقتي مش باين ابدا من ناحيه القتاليه ولا من ناحيه الحماس ان هو يكسب عشان يزود 3 نقاط على 13 نقطه بتاعته. هنشوف ايه الحكايه النهارده. وسموحه متقدمه على المقاصه بهدف لعلاء علي من ضربه جزاء في الدقيقه 35 من زمن الشوط الاول، ورمي التماس لسموحه تطلع مره ثانيه بره، تبقى رمي التماس مره ثانيه لنادي سموحه. تتلعب رمي التماس داخل منطقه جزاء المقاصه ويطلعها على طول محمد ابو المجد بره الملعب اول. بدايه زي بدايه الشوط الاول بالظبط، سموحه برده ضاغط لعل وعسى، برضه سموحه اول 10 دقايق كان هو اللي ضاغط على المقاصه في الشوط الاول، نفس الموضوع في الشوط الثاني برضه زي ما يكون لافاني بيقول لهم يعني ايه نخلص. هنشوف هل سموحه هيخلص بالهدف ثاني ولا يصطادوا المقاصه بهدف التعادل، هنشوف مع بعض ايه الحكايه. يلا شيخ بص للكره يا شيخ. على طول عبد الواحد السيد اماميه تسقط الكوره لمحمد صبحي. وليد هويدي طبعا مدير كوره في المقاصه، ومحمد ابراهيم وعمر مدربين. محمد ابراهيم وعمر في واحد منهم اتطرد في اخر الشوط الاول. امشي هشام امشي هشام. بتحاول المقاصه ان هي، لكن مفيش الحميه مفيش الترابط اللي بدأوا بيه الموسم. معنى ان ايهاب جلال يفضل قاعد تحت الدكه او قاعد يعني على بدلاء يعني فيها كلام، فرقته مش بتأدي. بطلع مع احترامي للمدرب بتاعه اللي عامل له مشكله مع الحكم، وعلى فكره لازم يكون في ذكاء لما بنرفز الحكم، ساعات بيبقى قراراته عكسيه معايا، فلازم ايهاب يقول له يا عم مالكش دعوه بالحكم. وادي كره طويله لسموحه تنزل لعبد الواحد على طول اماميه، يلا يلا هشام تسقط في نص الملعب. شكل المقاصه بقى احسن في الشوط الثاني، بيحاولوا يلاقوا بعض، انما سموحه لياقتها افضل، وفاول على ابراهيم عبد الخالق وضربه حره مباشره، وهاني سعيد يعني بيعترض باسلوب كده يعني ايديه ما اتمدتش كشها وتنزل الكوره الشيخ عدي بيحاول، ورمي التماس لنادي المقاصه. امشي شيخ امشي شيخ. صحصحه للمقاصه والقماش لسموحه في اول 5 دقائق من بدايه الشوط الثاني، وعلى طول محمد ابو المجد والعرضيه بره وضربه مرمى لنادي سموحه. اذا بدانا نشوف الفريق الاخضر، وبدانا نشوف حسين الشحات وعبد الله فاروق وابو المجد في منطقة جزاء نادي سموحة. هل هي طفرة ولا هتتكمل ولا هي تعليمات إيهاب؟ محمد صبحي وضربة المرمى على طول عبد العزيز يوسف بدماغه، تطلع كورة بره الملعب أو ترمي التماس لنادي المقص، تتلعب لهشام ورمي التماس مرة أخرى للمقص، طرفين للمقاصة، هشام محمد طرف شمال واحمد الشيخ طرف يمين، حسين حمدي ست طرفين لوحده، نص ملعب عبد الله فاروق واحمد سامي وحسين الشحات. اداء افضل كتير لنادي المقاصة من ناحيه الضغط في نص الملعب، ومن ناحيه الانتشار، ومن ناحيه شويه سرعه عنه في الشوط الاول، وضربه حره مباشره لسموحه، وفاول اللي اتلعب ده ضد احمد شكري. تتلعب الكورة وفاول مرة أخرى وضربة حرة مباشرة لنادي المقص. هجمة للمقصة وضغط دفاعي من سموحة، يخطفها سموحة لعلاء علي، يلم علاء
ويلعب على طول امريكا يعمل شغل كويس. والله ادي السنتر فيلد بيرجع في نص الملعب، طبعا دي تعليمات مدرب. مين اللي هيروح مكانه؟ هنشوف هل شكري ولا ايه بالظبط اللي بيخش راس حربه. على طول هشام شحاته يلعبها وكعب حلو قوي، هاته خد جميله جميله لعبد نعيم يلمها نعيم، ومره ثانيه على طول ترجع كوره من نعيم، لعيب كويس لشكري لنعيم، رجع المقصه مره ثانيه تطلع كوره بره الملعب اوت. اذا اللي انا شايفه كده من شغل لافاني ان السنتر فيلد عبد العزيز يوسف الاسمر بيسقط في نص الملعب، شكري اللي بينطلق من ناحيه الشمال بيروح معاه على طول اسلام عبد النعيم، بيبقوا اثنين فراوده، وشكري وعبد العزيز بياخد سنتراف من السنترافات معاه. هنشوف ونحط عينينا على عبد العزيز يوسف رقم 25 السنتر فيلد بتاع سموحه اللي بيروح للخلف بيساعد في نص الملعب على امل ان شكري واسلام عبد النعيم وعلاء علي هم اللي بينطلقوا من الخلف للامام. واحد سموحه لا شيء المقاصة، علاء علي في الدقيقة 35 من ضربة جزاء من الشوط الأول وسبع دقايق أو ثمان دقايق من زمن الشوط الثاني، وسموحة مركز على الجبهة الشمال زي ما كان مركز برضو في الشوط الأول عند أحمد شكري، وعلاء علي جوال وعامل شغل كويس قوي من ناحية اليمين وحر في الملعب لكن متحرك وعامل دوشة لدفاع وخط وسط نادي المقاصة. المقاصة أفضل كتير قوي في السبع ثمان دقايق اللي اتلعبت، وبدأنا نشوفها بتلعب كوره على الارض اهو، وبدأ نشوف سموحه كاشش وبدأ يلعب ناحيه دفاعيه، وادي فاول وضربه حره مباشره على هشام شحاته ضد الشيخ. ضربه حره مباشره لنادي المقاصه، وهاني سعيد يلعبه على طول وفاول تاني وضربه حره مباشره لنادي المقاصه اللي بدأ ياخد المبادره من نادي سموحه في الشوط الثاني عكس الشوط الاول. هنشوف هل سموحه يضرب لخمه ويضيع اللي عمله في الشوط الاول وهدف من ضربه جزاء، هل المقاصه بالمنظر ده يعني تقدر تتعادل؟ انما اللي نقدر نقوله ان المقاصه في التسع دقائق اللي اتلعبت يعني افضل كتير قوي من ال 42 ال 45 دقيقه اللي اتلعبت في الشوط الاول او ال 47 دقيقه كمان. بينية حلوة قوي وضربة ركنية يطلعها على طول السيد فريد من قدام محمد أبو المجد اللي بدأ الشوط الثاني الباك اليمين لو تلاحظوا بدأ يهاجم، كان في الشوط الأول واقف مفيش حاجة خالص، بدأ محمد أبو المجد يعمل غارات كده على هشام شحاتة اللي مهتم بالشيخ وبدأ هو يبقى يطلع يعني إيه محدش ماسكه. ضربة جزاء ضربة مرمى لثالث مرة لنادي المقاصة اللي هنا بقى شغل المدربين. المدرب بيبقى ليه ايادي بيضاء ما بين الشوطين، في مدرب يضيع فرقته ما بين الشوطين وفي مدرب يطور من اداء فرقته بين الشوطين. يبدو ان ايهاب جلال ليه يعني محاولاته هو ملاحظاته جت على المقاصه وبدا هو يبقى الفريق الافضل هجوميا وبدا اللي هو يبقى ماسك وانكمش سموحه، ولكن سموحه عنده المقدره ان يستغل. بص الانطلاق للابيض، بص الانطلاق رايه وصفاره على ايدي، ده اللي راح عليها اللاين زمان. شوف بقى اللاين زمان قال لك ايه، ظلمة ان ما جراش الراجل الاولاني جرى الثاني عبد احمد شكري، اذا سابه، ودي حاجه كويسه جدا للاين زمان اللي هناك مصطفى حسن لاين زمان رقم 2. المباراه بدات تبقى كويسه، نركز معاها بقى لان هنشوف اهداف، وادي هجمه وتصويبه وضربه ركنيه لنادي المقاصه اللي انتفض في العشر دقائق من زمن الشوط الثاني، ولكن سموحه متقدم بهدف لعلاء علي في الدقيقه 35 من زمن الشوط الاول من ضربه جزاء. على سموحه ان هي لازم تاخد بالها، وادي عبد الواحد دي كره معاده، وادي ضربه ركنيه لنادي المقصه. ضربه ركنيه للمقصه، ادي نعيم اسلام عبد النعيم مع هاني بيجيب ضربات الهواء برضو، وطالع احمد السيد وحسين حمدي ثلاثه بيجيبوا ضربات الهواء وتتلعب الكوره عاليه، انما تنزل لمين؟ لعبد العزيز يوسف اللي راجع ساعد ورا. ميزه سموحه ان هي بتعمل هجمه، بصوا بصوا بينطلق كام واحد ابيض، بصوا 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 على طول حلوه 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 من ناحيه اليمين عند مانجا 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 مانجا، هنا هيشوط وداس عليها، راحت 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 راحت، فرصة هدف كانت وفاول وصح جدا لنادي المقصة. إذا
علاء علي عمل تمريره حلوه قوي المانجا، ومانجا ريحها وليه طلعت تقريبا انما طلعت داس على الكوره، او ده اللي داس على الكوره ابراهيم عبد الخالق. فرصه هدف يعني 100% لان ابراهيم عبد الخالق مش شويت، وكانت الكوره تحت رجله داس عليها عدت في اول هجمه مرتده خطره لنادي سموحه في ال 12 دقيقه اللي اتلعبت. ضربه مرمى لنادي المقصه اللي بدا يزنق سموحه في نص ملعبه، ولكن سموحه ممكن تضحك عليه في المساحات الفاضيه. اتقلبت الموضوع تاني، المساحات الفاضيه لصالح نادي سموحه في الشوط الاول، لانه عند الشوط الثاني عندهم ناس سراع وعندهم جمله بيعملوها، وضغط متقدم من المقاصه ما كانش موجود في الشوط الاول. اذا ايهاب جلال يعني تعليماته اضغط على الناس دي في النص الملعب، لان هم كانوا ماسكين نص الملعب وضغطوا وبداوا ياخدوا منهم الكرات زي ما حوش شايفين، ولكن الخوف على المقاصه من الهجمات المرتده اللي فيها سرعه. ادي علاء علي، بص حضراتكم مساحات فاضيه، انما يخش احمد السيد ويقطع ويطلع كوره بره الملعب اول. الشوط الثاني افضل كتير من الشوط الاول من ناحيه النشاط بتاع الفرقتين، من ناحيه استعاده المقاصه يعني زمام اموره مره ثانيه، من ناحيه ايه الايجابيه على المرميين تصيب هنا وروح هنا، من ناحيه ان تحس ان ايهاب جلال قال حاجه واللعيبه نفذتها، تحس ان لافاني ضرب لخمه في ال 13 دقيقه اللي اتلعبت. هنشوف الموقف العام، وسموحه متقدمه بهدف لعلاء علي في الدقيقه 35 من زمن الشوط الاول من ضربه جزاء. تتلعب الكوره والاخضر بقى كتير في نص الملعب زي ما حضرتك شايفين، الاخضر يعني مقصه، وسموحه لازم تاخد بالها. وهجمه من ناحيه الشمال عند هشام، يلم هشام وبينيه تروح ناحيه الشمال هناك، وعلى طول معاه نبيل مانجا، والعرضيه يطلعها اوكا وتنزل على طول لسموحه. سموحه بتحاول ان هي تعمل هجمات سريعه على طول. ادي نعيم يلعبها عليه اسلام عبد النعيم، وادي حته كتف كرم جابر، وصفاره وفاول وحسبها لمين؟ للمقصه. سرعه في الاداء بدون تركيز من كلا الفرقتين، وصربعه لغه الكوره للفرقتين، عشان كده مفيش تركيز في التمرير وفي نهايه الهجمه. والطرف الشمالي اللي فيه هشام محمد هناك عامل شغل على نبيل مانجا، وادي كوره على طول عاوز يعملها تخد، انما تتخطف ياخدها سموحه. الخطوره على المقصه من مثل هذه الكرات. على طول عبد الخالق بيدور على مين مش عارف، عاوز يدي واحد عشان يديله تاني، فتنزل الكره لعلاء علي اللي عامل شغل كبير جدا، وادي شكري وشهد عبد النعيم اللي كان ده لشكري، وعلى طول هشام شحاته عكسيه هناك عند علاء علي. باسم عبد العزيز بدماغه خلاص المباراه بقت مفتوحه، اللي معاه الكره بيهاجم. الناحيه الدفاعيه لكلا الفريقين في نص الملعب مفيش، انما عند خط ال 18 بيبقى فيه ضغط من دفاع الفرقتين. وادي صفاره، وهنشوف قرار الحكم ايه، رمي التماس تقريبا ولا واحد وقع رمي التماس، وفي كره جوه الملعب ورمي التماس طلعت منه اهو ودخلت من باسم عبد العزيز. رمي التماس لنادي سموحه، وربع ساعه من زمن الشوط الثاني ولا زال سموحه متقدم بهدف لعلاء علي في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول من ضربة جزاء. هجمة لعلاء علي أو نادي سموحة من ناحية اليمين، وطلعوا الباك مانجا وسع له، إنما تتخطف الكورة وياخدها مرة تانية سموحة في نص ملعب عبد الخالق، عاوز يعمل هاتو خد، عاوز هو اللي ياخد الكورة، لازم يمرر ياخدها تاني. اتخطفت الكورة وما فيهاش حاجة، وهجمة للمقصة وفاول وضربة حرة مباشرة على سيد فريد على اوكا. ضربة حرة مباشرة لنادي المقص. يلا شحات اهو اوكا اهو وفاول، وتتلعب الكورة مع بال الراجل يعيد المخرج يعيد الهجمة. الإعادة دي لها وقتها وليها زمانها، تكون لعبة تانية اتلعبت. معرفش مين مخرج المباراة هناك، انما احنا عندنا مخرجنا الجميل هنا محمد عظيمة. احنا اتصورنا مع الكابتن شوبير في كاس عالم 90، اظن عندنا صور حلوه احسن ما بتطلعها في الاول دي عظيمه. وتغييرين تقريبا اهو، هنشوف في المقصه رقم سيد حمدي رقم 15 مين اللي هينزل من سموحه. هنشوف تغييرين، واحد من المقصه والتاني من سموحه، واحد لفاني والتاني لايهاب جلال، وتنزل الكوره لاوكا. يلعبها لطلعت، طلعت ناحيه اليمين
عند علاء، يلم علاء وماشي وماشي، يلعبها لطلعت لعبد الخالق، عبد الخالق، عبد الخالق، بينيه انما تتقطع وتروح لعلاء علي، وتصويبه وضربه مرمى لنادي المقص. هيطلع حسين حمدي وينزل السيد حمدي. السيد حمدي لاعب بتروجيت، ده هيطلع فاروق. تغيير في معنى، هل بيقول له حاجه ولا ايه؟ ما اعرفش انا مين اللي طالع. مش عارفين حتى مين اللي طالع. عبد الله فاروق وعبد النعيم ورقم 9 حسام غالي، طلع اسلام عبد النعيم ونزل حسام غالي رقم 29. حسين الشحات خرج ونزل سيد حمدي، يبقى هيلعب باثنين راس حربه، سيد حمدي وحسين حمدي. عائله حمدي هي خط هجوم المقاصه النهارده، وتغيير الصراحه في محله، مغلوب متقدم عليه. ادي الكره حلوه 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 اللي لعبها عبد العزيز يوسف. اثنين راس حربه هيلعب بيهم ايهاب جلال، سيد حمدي وحسين حمدي، وطلع اسلام عبد النعيم ونزل حسام غالي، وطلع حسين الشحات ونزل السيد حمدي. كل فرقه عملت تغيير، وهنشوف ما يسر عنه هذا اللقاء ايه. المتقدم فيه سموحه بهدف لعلاء علي في الدقيقه 35 من زمن الشوط الاول من ضرب الجزاء. ادي علاء علي ورماله على طول عليه احمد سامي. خلاص اهو بصوا، خلاص دي تعليمات مدرب على فكره. بقول لحضراتكم المدرب ده يعني هو ترمومتر الفرقه، لو ما يكون عنده نظره ولما يكون عنده خبره ازاي يداري عيوب الفرقه الاولانيه. وما فيش حاجه وانطلاق من خالد وخلصت المباراه. ما خلصتش المباراه، وسموحه هيندم على هذه الفرصه اللي ضاعت في يعني دي 64 من عبد الخالق افندي. عبد الخالق افندي بيلعب بمعلمه وبيديش الكره للي عاوز ياخدها، وشغلانه وحكايه في الدقيقه 19 من زمن الشوط الثاني انفرد انفراد تام. ابراهيم عبد الخالق اللي بيحاول ان يحط نفسه في مكان ما عندوش المهاره بتاعتها. انت اتشهرت انك مدافع جيد وبتسلم وتسكت من ساعه ما حامد مشي من جنبه وهو عاوز يبقى هو اهو. بص حضراتكم، بصوا، مش ممكن. دي بقى كره المباراه. واحد يقول لي يعني ايه كره المباراه؟ اقول له ممكن المقاصه تروح متعادله وكمان كاسبه، بدل ما كان يبقى 3 بونت لسموحه، عبد الخالق افندي ضيع فرصه تاكد الفوز لسموحه في الدقيقه يعني 19 تقريبا من زمن الشوط، او الدقيقه 18 من زمن الشوط الثاني. واحد سموحه لشيء المقاصه في مباراه غريبه وعجيبه، ما يعني ما مش قادر امسكها فنيا بصراحه ربنا. يعني كل ما تعلى معايا ابص الاقي فركشي الثاني. انما اللي نقدر نقوله في الشوط الثاني ان المقاصه هي الافضل، هي اللي بتحاول ان هي يعني تعوض البطء بتاعها والسلبير 3 في الشوط الاول، هي اللي زنقه سموحه في نص ملعبها. ولكن سموحه عنده المقدره ان هو يقدر يعدي ويروح، ليه؟ عنده اكتر من لعيب عندهم سرعه. ادي وش رجل حلوه قوي 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 قوي، وفرص اخرى بتضيع وهو زي ما حضرتك شايفين يعني في انطلاقات من نص الملعب. ادي طلعت انطلق مره وراحت منه، قبليها ابراهيم عبد الخالق وراحت منه، والمايسترو بتاعهم علاء علي الصراحه هو اللي عامل الكرات دي كلها. اذا السرعه هي سلاح سموحه، ولازم ياخد باله المقاصه من ديت، والبطء الشديد ده شعار المقاصه. هنشوف الاثنين راس حربه بتوع مقاصه يعملوا ايه. وادي السرعه اللي بقول عليها، ادي هشام بتلعب الكوره لعبد العزيز يلعبها وحش قوي وتتخطف وتنزل وتبقى لمقص. ادي الشيخ يرقص ترقيصه وماشي وماشي، بيجي له سيد حمدي ما ادالوش وماشي ورايح يلم جرجراه وخده سندوتش وما فيهاش حاجه خالص، اداها فاول. فاول وضربه حره مباشره لنادي المقصه. انذار لمين؟ يبدو ان كان في فاول من الاول خالص وسابه ورجع له، القانون بيقول كده ممكن. ادي شكري بيعترض كتير قوي، شكري وبيقول له تاني مره، بيتكلم كتير قوي احمد شكري من ايام ما كان في النادي الاهلي. طب الاهلي كان مثلا يعني، انما هنا هتاخد انذارات على طول، وبيقول له وريني نمرتك يا عم. بيبدو ان هو قال حاجه
ساب الكوره، ودي حاجه كويسه قوي للحكم، سابه الكوره كانت مع يعني المقصه عشان ياخد فرصته، وفاول وضربه حره مباشره لنادي المقصه. هل المقصه تتعادل من كرات ثابته؟ ده اللي هنشوف. هل ابراهيم عبد الخالق هيكون السبب في عقليه سموحه بفرصه التاكيد الفوز بالانفراد اللي راح بيه منذ لحظات في الدقيقه 18؟ ده اللي هنشوفه. المصري اتقدم على حرس الحدود بهدف لحماده يحيى، اصبح المصري واحد وحرس الحدود لا شيء. بدا حرس الحدود يجيب ورا ليه؟ كان ماشي كويس. ناس بتقول لك اصله كان بيلعب فرقه صغيره في الاول، انما بسيوني من المدربين الكويسين ان شاء الله كده ربنا يوفقه. كابتن طارق يحيى طبعا بيستعيد زمام اموره مره ثانيه، عنده 14 نقطه، متقدم على حرس الحدود دلوقتي اللي عندها برضه 14 نقطه، وضربه حره مباشره لنادي المقصه اللي متقدم عليه سموحه بهدف لعلاء علي في الشوط الاول في الدقيقه 35 من ضربه جزاء. في شويطه كويسه بالمقصه، هاني والشيخ، هنشوف مين المبادئ. هاني اعتقد قال لهم بقى سيبوها لي، وشايف انا حسين حمدي جنبيها، وصفر وليد عبد الرزاق او عبد الرازق، اتكلم كتير مع الناس، ويصفر وليد هاني في ايد على طول محمد صبحي حارس مرمى سموحه. ماشي سعيد، اول ما انزل اقول لهم تتلعب الكورة. و 68 دقيقة من زمن المباراة، سموحة واحد والمقاصة لا شيء، وتغيير تاني اهو للمقاصة. ورينا يا عم مين اللي نازل يعد لنا، قال يعني كانت في نص الجون ما تتعادش حتى ما فيهاش. سعيد طلال وطلع هشام محمد، نزل سعيد طلال رقم 11، طلع هشام. تغييرات في المقاصة للتنشيط، وممكن سموحة في الهجمات الكتيرة دي يقدر يخلص، لأن المقاصة بدأت تهاجم على حساب الناحية الدفاعية. شفنا فرص اهو، بص علاء علي وبيلعبوها حلو قوي. ادي عبد الخالق النهارده شكري يعني بيلعب مباراه كويسه جدا ما شفناهاش من زمان، وادي تصويبه حلوه قوي قوي قوي، وضربه مرمى لنادي المقصه. اتلعبت الكوره على طول، مخرج محيرنا نزل مكان مين؟ سعيد مراد اللي نزل مش طلال. طيب سعيد مراد، سعيد مراد انا جبت طلال دي منين؟ يبقى كده ايهاب جلال بيلعب بثلاثه فراوده، ورغم انه بيلعب بثلاثه فراوده انما ملوش انياب. وعلاء علي الصراحه عامل شغل هايل هو وشكري النهارده، ومعاهم عبد العزيز يوسف لعيب نادي سموحه، عاملين شغل كويس صراحه. نزول سعيد مراد جنب السيد حمدي جنب حسين حمدي، هل يحصل نوع من الخطوره على سموحه؟ انا مش شايف لغايه دلوقتي. يعني هو النهارده ايهاب جلال لعب راس حربه حسين حمدي، ثم الشوط الثاني رمى السيد حمدي وقلل حسين الشحات من نص الملعب، ثم شال هشام محمد من نص الملعب ونزل سعيد مراد. يعني هو بيحاول انه ينشط، انما هل يعني عبد العزيز هيعمل ايه؟ عبد العزيز ما عملش انما يشوط ويطلعها على طول محمد عبد الواحد بره ضربه ركنيه. لازم نقول بقى واحنا في الدقيقه 70، يعني عبد الواحد السيد، يعني واحنا في الدقيقه 25 من زمن الشوط الثاني، وادي تغيير نزل رقم 14، خلاص الراجل بيطلع، نزل عمرو المجدي وطلع حسين عمر المجدي، ده مغربي على فكره. يبقى ايهاب جلال نشط كل القوه الضربه بتاعته الهجوميه لعل وعسى، ولكن فرصه سموحه يعني كبيره جدا، لانه فرقه يعني النهارده لافاني بيلعب السهل الممتنع من ناحيه هجوميه. صاحب الفضل في ان سموحه يبقى له شكل هو علاء علي،
وصاحب الفضل الثاني هو انطلاقات احمد شكري وتحركات عبد العزيز يوسف وانطلاقات ابراهيم عبد الخالق ومصطفى طلعت في نص الملعب. ادي ضربه ركنيه تتلعب ويحولها مره ثانيه عبد الواحد السيد. المباراه بدات تبقى حلوه بس بالتصوير البطيء، ما فيهاش كده الحميه المستمره، حميه على فترات، وضربه ركنيه ثانيه لنادي سموحه اللي ممكن يخلص في اي لحظه. ضربه ركنيه تتلعب على طول عاليه، انما عبد الواحد السيد بالبوكس فوق يعليها وتنزل مره ثانيه حته ظهر كده من هشام شحاته الباك الشمال، وفاول وضربه حره مباشره لنادي المقصه. كل ما المباراه بتقرب كل ما المقصه بيتحمق، ولكن حمقه المقصه دي ممكن تكلفه غالي، لان نص ملعبه دلوقتي فضي، مفيش الا عبد الله فاروق واحمد سامي، طلع هشام وطلع حسين الشحات ولسه احمد الشيخ موجود هناك، وهنشوف سعيد مراد برضو من اللعيبه اللي تقدر تعمل ناحيه هجوميه من طرف الشمال. وادي ضربه مرمى لنادي سموحه. واقع سيد فريد ولوم كده من السيد حمدي وكلام من علاء علي وضربه مرمى لنادي سموحه. عندنا بعد المباراه ديت هنذيع مباراه وادي دجله مع الاسيوطي، بكره برضو مباراتين ان شاء الله. بتوجد مع الجيش، والنادي الاهلي بتوجد مع الجيش الساعه 2:30، والنادي الاهلي مع النصر الساعة 7:30 بالليل. لسه النادي المصري متقدم على حرس الحدود بهدف، عندنا هنا سموحة متقدمة على المقصة بهدف و73 دقيقة من زمن المباراة، ومحاولات هجومية من نادي سموحة لو ركزوا شوية عندهم عنصر السرعة يخلص. أما عنصر السرعة مش موجود في المقصة، بيحاول إيهاب جلال بالتغييرات اللي عملها، بس أربعة كده أخضر، إنما لسه الكورة ما فيهاش الخطورة. فريد واوكا عاملين شغل كويس، وادي اهو سعيد مراد اللي نزل لعيب كويس، اتاخر رميه لان هو اسرع من هشام وعنده مقدره ان هو ينشط الناحيه الهجوميه من الناحيه الشمال لنادي المقصه. ضربه مرمى لنادي سموحه. المقصه رايح لحرس الحدود الاسبوع العاشر، وسموحه جايه لها الجونه في الاسبوع العاشر اللي هيبدا يوم الاربعاء الجاي. تتلعب الكوره تتخطف من عبد الله فاروق وياخدها نادي المقصه مره ثانيه. هاني سعيد على طول اماميه، هو صفاره ولمسه يد على هشام شحاته، شكله هياخد انذار، بيعمل فاولات كتيرة ولمسة يد وضربة حرة مباشرة لنادي المقصة. 29 دقيقة من زمن الشوط الثاني، وسموحة لا زال محافظ على هدفه اللي أحرزه علاء علي في الدقيقة 35 ضربة جزاء في الشوط الأول، بس لو استمر الحال على كده سموحة يضيع الفرص اللي بتجيله، ممكن المقصة بالناس اللي نزلت سيد حمدي وعمر المجدي مع سعيد مراد ممكن يأذوه بهدف التعادل. تتلعب الكورة وضربة رأس بجوار القايم من سيد حمدي وضربة مرمى لنادي سموحة. على مستر لافاني يقوم ينظم دفاعاته وخط وسطه اللي ما بقاش يعمل واجباته الدفاعية، وزي ما حضرتك شايفين ادي اهو فرصة هدف يلعبها على طول باسم، ولمسة كده من سيد حمدي كان ممكن جدا تروح في الشبكة. صبحي وضربة المرمى وعبد العزيز يوسف خلفيه بدماغه، يا راجل يا علاء يا راجل يا شكري يا راجل يا شكري، فرصه هدف ثالث، عدوا فرصه هدف ثالث لسموحه من انفراد تام، ولكن هم عندهم المقدره ان هم بيهاجموا، انما يا عم شكري ويا عم عبد الخالق هدفين نفسي اشوف لافاني في الكره اللي فاتت دي. طبعا عبد الواحد سيد طلع في توقيت مظبوط جدا والكره خبطت في وشه، واعتقد يعني ايه ان خبرته كلها حطها في الكره اللي فاتت ديت. ادي لافاني اهو والمترجم بتاعه ابو بكر واقف جنبه بعيد شويه كده، انما سموحه هتندم لو حصل حاجه، هو انت خدتها حلو قوي ورايح تقول هحطها لك فين، انما عبد الواحد وجت في وشه كده اهوت، مسك الهواء وعدت ورغمت في وشه، انما طلع في طريق مظبوط قفل عليه
وفرصتين بقى تخيلوا، سموحه متقدمه، ايه ده راكب موتوسيكل ولا ايه؟ ده المصور اللي في الملعب، لقطه جميله جدا. والنهارده سموحه بتضيع فرصتين كان زمانه حاطين رجل على رجل، ومقصه تطلب ان هي يعني خير كده واروح. انما المباراه معلقه واحنا في الدقيقه 75 من زمن المباراه، يعني في الدقيقه 30 من زمن الشوط الثاني، وواحد سموحه لا شيء المقصه، وانفرادين تامين لسموحه عبد الخالق مره، وادي هيطلع رقم 25 عبد العزيز وينزل رقم 7 هشام فتح الله. الراجل ده بيدعم نص ملعبه، هنشوف هشام فتح الله، امال مين هيبقى فيرود؟ هنشوف هشام فتح الله عمل شغل كويس قوي، الراجل اللي طلع ده عبد العزيز يوسف ونزل هشام، وادي فرصه هدف تاني. قبليها كان وصل برضه عبد الخالق بنفس الحته دي ولعبها في ايد عبد الواحد السيد. اذا المقصه لازم تاخد بالها، والا هتبقى المساحه الفاضيه ديت مش كويسه، عشان في سموحه لعيبه وفي سرعه وفي علاء ويلعبها على طول الناحيه الثانيه. انما 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 مغطي بس عبد العزيز. اذا سلاح سموحه عنده السرعه والانطلاق، سلاح المقصه عنده البطء والنوم، ما عندوش اسلحه خالص المقصه النهارده، رمى كل اسلحته انما في شينك، يعني سعيد مراد، سيد حمدي، عمر نجدي. انما الصراحه ما شاء الله اللياقه البدنيه لازم نقول لنادي سموحه عاليه جدا، انتشاره كويس جدا، لياقته كويسه جدا، مسك زمام الامور اكتر من نادي المقصه، وصلوا وانفردوا زي ما احنا شايفين، ادي اللياقه اللي بنقول عليها ديت. وعلاء علي هو نجم هذا اللقاء حتى الان، اداء وسرعه وتمرير وفرص بتضيع من نادي سموحه قد يندم عليها اذا المقصه لطشوا هدف التعادل. ودي ورده، لان كره القدم لازم تغطي، احنا ما غطيناش في تونس، اتعرينا بعد المباراه وروحنا. عموما هنشوف المباراه هتبقى شكلها ايه، لازم الفرقه المتقدمه بهدف الفرقه الثانيه بتبقى سعرانه عليها وعندها امل، اثنين بتخليها تهمد وتسكت. تتلعب الكوره ويقطعها محمد ابو المجد عاليه، صحوه لنادي سموحه، وعندهم ميزه بيهاجموا وانطلاقات من نص الملعب في اي اتجاه. وادي كره عرضيه مره ثانيه يطلعها هاني سعيد، تنزل الكوره واي حاجه ترجع على طول لباسم عبد العزيز، وتنزل الكوره في نص الملعب. طلع يعني انا شايف هاني سعيد طلع كده في نص الملعب عشان يظبط القعده بتاعت نص الملعب، اهو طلع هاني سعيد طلع قدام في نص الملعب، ورجع مين بقى؟ رجع احمد سامي. احمد سامي رجع سنتر هاف، وده هيعمل ايه ايهاب جلال مسكين؟ طبعا لقى العيال صراع بتوع سموحه على هاني، راح مطلعه في نص الملعب ورجع احمد سامي رقم 17 عشان يظبط مع احمد السيد، وهو الراجل ده مدوخه معاه مره في نص الملعب ومره اول ما يرجعه يحطه في نص الملعب ينكشف خط الدار يروح مرجعه. ادي عمر النجدي ويعمل فاول ضد السيد فريد، وضربه حره مباشره لنادي سموحه. داخلين على الدقيقه 35 من زمن الشوط الثاني، لقطه حلوه قوي الراجل ده، يعني قال يعني التكنولوجيا يعني حاجه كويسه، بس طلعوا الصوره بقى قريبه ما دام انت قاعد على موتوسيكل. هو مش هو ملوش دعوه الراجل مصور، ده شغله المخرج، ودي عظيمه بقى اللي يقولها لنا. انا ساعات كنا بنقعد كده يعني واحنا السادات زمان جنب المخرجين، يقعدوا بقى يتكلم مع المصور، هات اللقطه دي هات اللقطه دي، المخرج هناك ما بيقولش حاجه للراجل اللي قاعد منسجم ده قاعد يلعب في ضوافره باين. تتلعب الكوره وتنزل وتعلى 1-0 لصالح سموحه، وسموحه هي الافضل، ولكن ما فيش افضل الا بالاهداف. وهجمه لنادي المقصه على طول عرضيه وفي منتهى الخطوره، انما برافو السيد فريد يحط دماغه وتروح عند عمر يلم، وعاوز مره ثانيه تتخطف ياخدها نبيل مانجا، نبيل مانجا يلم نبيل ياخدها من السيد حمدي، اثنين كانوا في الاهلي، واحد لابس اخضر وواحد لابس ابيض، تفرق كتير. وتنزل وهجمه، انما في زقه وفاول على كابتن ابراهيم عبد الخالق اللي هو بقى كابتن بعد لما مشي، وانما اتلعبت واتقطعت وهو بيتكلم الحكم لقى الكوره اتلعبت فجرى عشان يكمل تروح لعبد الواحد. عبد الواحد على طول اماميه يخش على طول هشام فتح الله اللي بيلعب في نص ملعب. طب مين راس حربه بقى في نادي سموحه؟ هنكتشف مع بعض. شكري هو اللي داخل راس حربه وعمل زحمه في نص ملعب، لافانيا يعني
هنشوف بقى فكر لافاني بالزحمه اللي عملها في نص الملعب. ادي سعيد مراد، سعيد مراد، سعيد مراد ومانجا، سعيد ومانجا، سعيد ومانجا، سعيد عاوز يشوط وماليش دعوه بحد، وشوط حلو قوي 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 يا ولد يا صبحي، بيقول لهم انا بص وانا برضو جون، واهو يا عم قوم ده احنا لسه بنشكر فيك اهو، قال لهم لا 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 ده انا ايه هقوم، ايه ده ايه ده ايه ده، انما الراجل جات مفاجاه كبيره جدا جدا جدا، النور نور عني، ده احنا لسه في الدقيقه يعني 35 او 36 من زمن الشوط الثاني، والمباراه حلوت، وسعيد مراد وعلى طول يصدها صبحي، برافو برافو، وعنده سرعه رشاقه وسرعه تصرف اتلوح فيها، وان شاء الله يقوم سليم. اذا واحد يقول لي ايه اللي حصل في هذا اللقاء؟ اللي حصل ان ايهاب جلال نزل تشكيل بطيء جدا جدا براس حربه واحد، وكان نازل خايف من سموحه، عطى الفرصه لسموحه اللي كانت متحفزه لهذا اللقاء في الشوط الاول، فهي اللي كانت عندها الانطلاقات الهجوميه، هي اللي عندها اللياقه البدنيه. ده مين ده؟ من ده محمد ابراهيم ولا عمر؟ يعني النتيجه واضحه او مش واضحه، الاداء واضح عليهم، كانوا عصبيين جدا، شكلهم عندهم مشاكل تقريبا، لان احنا شفنا المقصه افضل من كده بكتير على مدار هذا اللقاءات الثمانيه اسابيع اللي فاتت، بدا ادائها ينزل، بدات تبقى من غير قائد في الملعب، واضح جدا. يا ريت تقولي لي اسم الراجل اللي زعلان على فرقته دوت يا مايكل، انما مش ليكم مراسل في الملعب هناك، انما هيقوم محمد صبحي وضربه ركنيه لنادي نادي المقص، الرمي التماسي للمقص، تتلعب في خطوره على سموحه، في خطوره على سموحه اللي ضيعت انفرادين، هنشوف تتلعب الكوره ويطلعها السيد فريد، والمقصه بتهاجم بنوع من الاستبياع على حساب الناحيه الدفاعيه ولا ايه ده اللي هنشوفه، وكره اماميه هناك للسيد حمدي، يلم السيد حمدي ويعدي وماشي سيد وبص بره، انما برافو سيد فريد عمل يعني كره في منتهى الخطوره قبل ما توصل لعمر نجدي، تتنقل هنا الخطوره بقى، هنا الخطوره طلعت ودخلت، طلعت ودخلت، ورمي التماس لنادي المقص. 83 دقيقه من زمن المباراه، وسموحه متقدم بهدف لعلاء علي في دقيقه 35 من زمن الشوط الكابتن محمد ابراهيم المدرب حمد ابراهيم، ده حمد الكابتن حمد، اللعيبه لما بتبطل شكلها بيتغير زينا كده برضو، بنشوف صورنا واحنا بنلعب مش احنا. المهم كابتن حمد متاثر جدا في يعني اللقاء، وليه حق تماما، لان المقصه النهارده ما هياش المقصه وما هياش الاداء، وهبوط حاد في اداء المقصه على عكس المتوقع في وجود ايهاب جلال، وسموحه متقدمه بهدف لعلاء علي. هل تحافظ عليه سموحه بعد لما ضيع ابراهيم عبد الخال انفراد تام، وضيع احمد شكري انفراد تام، مستر لافاني ملى الملعب ابيض في نصه كده، وبدا يعمل انطلاقات من برضه فكر، اهو بصوا بصوا دي ميزه حلوه قوي لافاني عاملها، عنده انطلاقات من اليمين ومن الشمال ومن العمق، ودي مش سهله انك تدرب فرقه عليها. يعني لافاني دلوقتي عنده علاء علي بيروح، عبد الخالق بيروح، شكري بيروح، كان قبل كده اسلام عبد العليم بيروح، ومالي نص الملعب دلوقتي ابيض، وهنشوف الابيض ده هيعمل ايه مع الاخضر، واحنا في الدقيقه 85 يعني في الدقيقه 40 من زمن الشوط الثاني، وباقي على انتهاء الشوط الثاني المباراه حوالي 5 دقائق غير الوقت البدل الضائع، وسموحه متقدمه بهدف للا شيء لنادي المقصه. تتلعب كوره سعيد مراد اللي عمل شغل كويس قوي من ناحيه الشمال، وشيخ وحمدي تخبط في رجله كده ويطلعها اوكا، وتنزل على طول لعلاء علي، يلم يلم، تتخطف خلاص بقى اربعه عليه، وياخدها على طول هاني ويلعبها لابو المجد، ابو المجد يلعبها ابو المجد على طول، تحرك عرضي حلو قوي من السيد حمدي اللي لما نزل عمل شغل كويس، ما اعرفش كان مستنيين عليه ليه، وقعدوه فتره طويله جدا، ده عمر النجدي الاثنين هو وسيد حمدي اثنين فاهمين كوره، كانوا سايبين حسين حمدي لوحده ما عملش حاجه طوال الشوط الاول، لما نزل باثنين فراوده بس على حساب نص الملعب، الحكم بيقول العب على طول. المقصه في ريحه خطر كده على سموحه واحنا في الدقيقه 40، في ريحه خطر على سموحه واحنا في الدقيقه 40، واحد قطع كوره وتروح لعلاء علي ماليش دعوه بحد، ويجري ويرقص ولياقته بدنيه عاليه، وياخد فاول وضربه حره مباشره على احمد السيد، ويبدو ان هو خد انذار ولا ايه، امال ايه حكايه، مش عاجبه الفاول الجامد ده ما ادالوش، وضربه حره مباشره على علاء علي.
اللعب على الكيف دلوقتي من نادي سموحه، يعني اللي بياخد كوره بيجري بيها، وبالنسبه للمقاصه بيحاول انه يلمم شتاته، ولكن يبدو ان ايه مفيش الانسجام ما بين اللعيبه عمر والنجدي والسيد حمدي وسعيد مراد، ما بيلعبوش كتير مع بعض، وتتلعب الضربه الحره وتنزل عند باسم عبد الواحد يضرب لخمه باسم وعلى طول يجيب منها رمي التماس لنادي المقاصه. بيهاجمه هشام فتح الله اللي نزل في نص الملعب، وتلعب لعزيز يوسف اللي هو راس حربه، فكر برضه للافاني، راجل عاوز يحافظ على الهدف بس ممكن يروح منه المباراه في ان هو يعني استكفى بالهدف وملى الملعب نص الملعب لعيبه، انما عندهم المقدره ان هم يهاجموا بثلاثه واربعه. ادي ابراهيم عبد الخالق يلم ابراهيم ملوش دعوه بحد، يرجع كوره لهشام شحاته يلعبها مره ثانيه لعبد الخالق، عبد الخالق، عبد الخالق، عبد الخالق بيوسع نفسه جون. في رايه ولا صفاره، في هدف، هدف جميل جميل جميل، هدف جميل جميل جميل. عبد الخالق اهو ليه عبد الخالق ده، مش عبد الخالق ده ده اصلا اعتقد ان هو تقريبا حسام غالي ولا مين، هنشوف. عبد الخالق رقم 7 اللي نزل هشام فتح الله، هشام فتح الله تابع، هشام فتح الله ده بقى الكابتن بتاعهم مره واحده كده، خد الكابتنه من ابراهيم عبد الخالق، وعبد الكريم عبد الخالق عمل هجمه عنتريه جامده جدا 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 في الدقيقه 42 تقريبا، وهشام فتح الله، هشام فتح الله يحط هدف الثاني. بص حضراتكم الهجمات المرتده، ادي عبد الخالق، عبد الخالق هو قصده كان يشوط على فكره، انما هشام كان يعني فاطن جدا وجي من الخلف للامام وحط الكوره حلوه قوي. هشام، هشام فتح الله، التغيير بتاع ليفاني، فتح الله التغيير بتاع ليفاني في الدقيقه 43، هينزل رقم 36 26 فله، فله، وهيطلع ابراهيم عبد الخالق، ابراهيم عبد الخالق طلع ونزل فله. اسمع الفكره بتاع شهره فله ده، لو لعيب يعني هيبقى ليه شأن اسمه يمشي على طول. احمد فله، احمد فله نزل مكان ابراهيم عبد الخالق، ونقدر نقول مبروك لنادي سموحه، مبروك للمهندس فرج عامر، مبروك للدكتور اسماعيل فايد، بثلاث نقاط هم يستحقوها. اما المقاصه فيبدو ان عندهم مشاكل كتيره معكوسه على ان ايهاب جلال ما يقومش مع الخط، معكوسه في التشكيل، يعني بيحاول انه يعمله في اي وقت انما مش كويس، اللياقه البدنيه قليله، قتال هجومي مش موجود، تاديه واجب وخلاص، واثنين لنادي سموحه لا شيء للمقاصه، وسموحه على اعتاب الثلاث نقاط، واحنا بنلعب في الدقيقه 89 وناقص دقيقه تقريبا وغير الوقت بدل الضائع، واعتقد ان لافاني التقط انفاسه. بس عاوز اقول لكم حاجه، بصماته على المباراه، لياقه بدنيه كويسه جدا الصراحه، يعني عنده جهاز كويس، يعني لافاني معاه عاطف حنفي مدير كوره، ومعاه نيكولا مخطط احمال، وخالد مصطفى حارس حراس مرمى، مدرب حراس مرمى، اسامه يوسف يعني مدرب، ومفيد خليل تاهيل اخصائي تاهيل، والدكتور محمد عبد الجواد، والمدير الاداري النشر عبد الباري المليجي، مجموعه كويسه جدا معاه الصراحه. المباراه دي تحسب لمستر لافاني من ناحيه اللياقه ومن ناحيه السهل الممتنع، عنده انطلاقات من نص الملعب نجح تماما ان هو يعملها، ونجح تماما انه يستغل الكسل الشديد والتوهان الكبير لنادي المقاصه اللي تحتاج الى وقفه عشان اذا كان عاوز يستمر. 5 دقائق وقت بدل ضائع، خلاص كابتن ايمن يونس جه، كابتن خالد بيبو جه، وكابتن شبير لسه ما جاش، يبقى كده الاستوديو هيبدا، بس ما يقدرش يبدا الا لما يجي الكابتن شوبير. المهم ادي لافاني اهو، اول مره نشوفه منفعل، واول مره يعني يخرج عن طوعه، لان الراجل حس بخطوره نادي سموحه وحس بقدر نفسه ان هو جاي عشان خاطر يعمل حاجه. اعتقد انه النهارده بيقول المهندس فرج عامر اللي ما تخافش انا قادر ان انا اغير في تشكيل الفرقه، هو غير فعلا، وقعد اصحاب البطء ولعب باصحاب السرعه، وفعلا بدا بصماته تبان، وبانت كويس جدا جدا في ان السرعه بتاع السموحه بدات تبقى افضل، ولكن لسه الانسجام يعني ما تمش في هذا اللقاء. احسن حاجه في اللقاء النهارده لسموحه هو الانطلاقات من خط الوسط للامام، احسن حاجه اللياقه البدنيه، احسن حاجه يمكن شكري عمل ماتش كويس وده هدف، انما البطل بتاعهم والملفت النهارده ليهم علاء علي، هو اللي عمل ماتش كويس قوي قوي النهارده،
مع يعني عبد العزيز يوسف. الشوط الثاني افضل كتير من الشوط الاول. حاول المقص انه يجاري سموحه ولكن اللياقه البدنيه ما سعفتوش، ما جاتلوش فرص كتير الا تسديدات من كرات ثابته او تسديدات من سعيد مراد كان محمد صبحي صاحي فيها، ولكن الثلاث نقاط حلال لنادي سموحه في هذا اللقاء وهم الاقرب ليه، واحنا في خمس دقائق وقت بدل ضائع بنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضائع. ما تنسوش الساعه 5 يعني احنا هنذيع وادي دجله والاسيوطي، وادي دجله والاسيوطي بكره بتروجيت مع الجيش الساعه 2:30 والنادي الاهلي مع النصر الساعه 7:30. دي بقى احنا بتوع السبعه، مجموعه السبعه اللي انا بتكلم عليها، وضربه حره مباشره لنادي سموحه. بدأنا مع مرور الشوط الثاني ننسى بقى المنتخب وحاجات كده، كنا بادئين بدايه كده يعني ايه بطيئه، انما خلاص الحياه لازم تستمر مهما كان حصل. انما ضربه حره مباشره محمد صبحي على طول اماميه، وهدفين لنادي سموحه لا شيء للمقاصه. علاء علي في الدقيقه 35 من زمن الشوط الاول من ضرب الجزاء، وهشام فتح الله في الدقيقه 43 من زمن الشوط الثاني، وادي هجمه عنتريه لنادي المقاصه تطلع كوره بره الملعب. ما فيش انسجام خالص ما بين خطوط المقاصه. التغييرات اللي حصلت عشان يعني يحصل نوع من الناحيه الهجوميه، ما لعبوش مع بعض بقالهم فتره، مفيش نص ملعب بيقدر يمشي الكوره، الراجل اللي كان بيعمل خطوره احمد الشيخ اختفى تماما. في حاجه النهارده احساسي الكروي كده ان في مشاكل في نادي المقاصه، لان اداء لاعبي نادي المقاصه مش هو اللي في بدايه الموسم او خمس ست اسابيع الاولانيين. يا ترى ايه اللي فيه بقى؟ ايهاب جلال هو اللي يشوف الانخفاض الحاد جدا جدا في هذا اللقاء. تتلعب بالكوره وتنزل وتروح على طول ناحيه الشمال عند النجد عند سعيد مراد اللي عمل شويه شغل وعمل شويه نشاط هناك، انما مانجا يعني تعبوا شويه، وادي تخبط الكوره تطلع بره الملعب اول. امبارح كان في حلقه حلوه قوي بتاعت كابتن شوبير، وكان معاه الصراحه الدكتور ياسر ايوب، راجل مثقف جدا، ويعني لفت النظر باللجنه الاولمبيه اللي وجعت دماغنا، الحقوا من اللجنه الاولمبيه الدوليه هتسوي لكم وهتعمل لكم. احسن حاجه عجبتني امبارح ان كشفهم، يعني قال لهم ماده من عندهم، الناس بتقعد اهو 8 سنين وتروح، عاوز ترجع بعد سنتين. ده بقى احنا بنمرر اللقطه دي الى الدكتور عبد العزيز. الدكتور عبد العزيز لازم تقشر على نيابك شويه. ادي الشيخ خد انذار، احمد الشيخ خد انذار، احمد الشيخ انذار، ولازم المهندس عبد يعني احمد عبد العزيز بقى ان هو يكشر ويجيب الناس اللي قاعده تجيب اللجنه الاولمبيه والشجره الاولمبيه. الراجل بمنتهى الصراحه طلع الدفتر كده للكابتن شمير قال له الماده كذا بتقول كذا. ايه الماده بتقول ايه؟ بتقول ان هم ما يقعدوش اكتر من 8 سنين، ولو قعد اكتر من سنين يرجع تاني بعد سنتين. عاوزين ايه بقى بعد كده؟ لازم بقى جاء الوقت ان احنا ما نستعفاش غلط عشان الناس تقعد وتدلدل رجليها على حساب يعني مصر. الصراحه يعني بنشكر الدكتور ياسر وبنشكر البرنامج ده هو، بس عاوزين بقى يطلع لحيز الوجود الكلام ده كله. ما احنا فيه لقطات كتيره وتوكشو كتير جدا، ولكن يعني حد بيولد في الشارع ما نلاقيش حد عمل له حاجه مش عارف ايه. عاوزين بس رد فعل لاي حاجه، اي حاجه يتتعمل يبقى ليها رد فعل. الناس عاوزه رد فعل. وادي الكره تخبط في حمد ابراهيم ورمي التماس، حمد ابراهيم ده المدرب العام طبعا، ورمي التماس لنادي المقاصه. خلاص بنلعب في الدقيقه الخامسه او الدقيقه السادسه من وقت البدل الضائع. مبروك لنادي سموحه، وثلاث نقاط يستحقها نادي سموحه، وهدفين، هدف الشوط الاول لعلاء علي في الدقيقه 35 وهشام فتح الله في الدقيقه 43. والنهارده يعني مدير اداره الانتاج ابراهيم علي ومدير الانتاج محمد عطيه وفرقته بقى عصام عصران ومحمد فهمي، وادي الضربه ركنيه للمقاصه وتعدي الكوره وتروح ناحيه هناك عند سعيد مراد، يلعبها للباك باسم عبد العزيز، فحلاوه تروح للمقاصه تتقطع الكوره، والحكم بقى يعني هيبص في ساعته، يمكن دي اخر هجمه. مدير التحرير النهارده احمد تيموني، رئيس تحرير وليد عبد السلام، وادي يعني نجم المباراه النهارده الصراحه. يعني واحد يقول لي ما راحش المنتخب ليه؟ ما اعرفش،
واحد يمكن لعيب محلي ما عشان ما نظلمش اي حد، واخيرا يصفر الحكم يعني حكم كفء كويس، اعصابه حلوه وقراراته كويسه. وليد عبد الرازق بانتهاء الشوط الثاني والمباراه بفوز سموحه بهدفين لعلاء علي وهشام فتح الله، يرتفع رصيد سموحه الى 13 نقطه ويتوقف رصيد المقاصة عن 13 نقطه. اعزائي مشاهدي قناه سي بي سي 2، عندنا ماتش ثاني بعد شويه مع وادي دجله والاسيوطي، واترككم للاستوديو التحليلي كابتن احمد شوبير وهيئه محليه سي بي سي 2 كابتن ايمن يونس والكابتن خالد بيبو، فالى هنا. يعني كابتن حمد انت راضي على الاداء؟ يعني ما شفناش الاداء اختلف كتير بين الشوط الاول والشوط الثاني، قلت اللعيبه تجيب بين الشوطين. والله اشتغلنا قلنا اللعيبه تركز شويه وتقفل على علاء علي شويه عشان عندنا، وبدانا اشتغلنا نزلنا سيد